بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده واسبوع جديد من الماتش. بدا النهارده ويستمر كالعاده باذن الله لمده 5 أيام بعد شهر رمضان المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب تكونوا قضيتوا اعيادا سعيده واستمتعتم بوقتكم. وعدنا من جديد لساعتين يوميا نتابع خلالهما كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوه مصر او بره مصر، فاهلا بكم ويلا نبدا الماتش. اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. بدايه خالص العزاء لينا جميعا ولكل مصري وللقوات المسلحه المصريه ولكل مصري في وفاه واستشهاد النهارده عدد من الجنود والضباط المصريين في احدى المحاولات المتكرره من العناصر التكفيريه والارهابيه لسلب هذا الوطن امنه وامانه. ولكن يعني الحمد لله كالعادة توقف رجال القوات المسلحة في مواجهة هذه العناصر الإرهابية ونجحت في صدها وجاري بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي للقوات المصرية المسلحة مطاردة هذه العناصر التكفيرية. خالص عزائنا لينا جميعا وربنا يا رب يحميكم جميعا يا رجال القوات المسلحة، وشكرا لكل جندي بيحمي وبيحافظ على أرض مصر وبيخلينا عايشين في أمان. وإن شاء الله قريبا جدا نبارك لنا جميعا انتهاء آخر نفس لآخر عنصر تكفيري وإرهابي يهدد أمن جمهورية مصر العربية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشر تغريدة بعد هذه الحادثة كتب فيها: ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن. وأؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب. هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وداعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، آمين يا رب العالمين. على مستوى الرياضة النهاردة بداية رائعة للدور نصف النهائي بالنسبة للأهلي. دوري أبطال إفريقيا وصل الأهلي بعدما مر من الرجاء البيضاوي المغربي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري اللي هو أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن. فريق بالنظر للمتأهلين من دور المجموعات هو كان أقل الفرق جمعا للنقاط ب9 نقاط، لكنه حقق مفاجأة كبيرة جدا بإقصاء الترجي التونسي بل وبالفوز على الترجي في تونس بعد ما كان قد تعادلا ذهابا بدون أهداف. وبناء عليه الأهلي كان داخل مواجهة النهاردة وهو يعلم أنه الطرف الأقوى، لكن في نفس الوقت حاطط في حساباته أمور كثيرة كان واضح جدا أنه مركز قوي معاها. رقم 1، إهدار الفرص الكثير اللي تم في مواجهة الرجاء فصعب مهمة التأهل للدور نصف النهائي. رقم 2، فقدان نقاط عديدة في الدوري الممتاز آخرها تعادل أمام سيراميك كليوباترا ومن قبله خسارة أمام المصري البورسعيدي، مع حالة غضب ظهرت من خلال الجماهير على أداء الأهلي في اللقاءات دي كلها بل وحتى بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. كان حاطط في اعتباره أن مستواي نفسه حتى وأنا بتأهل ما كانش كويس، فكل ده ظهر بنتيجته النهاردة مع نتيجة كمان جلسة تحذير للاعبين مع بيان تحذيري. وما أدراك لما الأهلي طلع بيان ضد لعبته، ده معناها أنه وصل لمرحلة لا اصحى أنا متضايق جدا، اللي أنت بتعمله ده مش هسكت لك عليه. طلع الأهلي بيان، اجتمع رئيس الأهلي بلعبة الأهلي وموسيماني وقال لهم أنتوا وجهازكم الفني في البيان الرسمي اللي أعلنه الأهلي قبل أيام. فدخل النهاردة الأهلي لقاء وفاق سطيف باعتبار ان هو الافضل وباعتبار ان هو انا هظهر ان انا الافضل، مش مجرد ان انا الافضل طبقا للقائمه او طبقا للظروف او طبقا لارضيه الملعب او طبقا للجماهير، لا انا هثبت لكم اني افضل من وفاق سطيف. وقد كان زعلنا الشوط الاول من اهدارات فرص، اتوترنا اول ربع ساعه من كورتين في القايم، فلا يا جماعه اصحوا من انفراد لبيرسي تاو اللب ما جاش لعبها من جنب العارضه، فقلقنا قلقنا شويتين. لكن الحقيقة الأهلي كان حريصاً في أكتر من 90% من دقايق لعب المباراة على أني أحاول أسجل، أروح وأروح وأروح، ومن الكتير قوي اللي بروح فيهم دول لو ضيعت كتير أديني رحت كتير فجبت كتير،
وجاب الأهلي 4 أهداف. لم يكتفي بهدف سجله ولا التاني، بل سعى للتالت، ومع هدوء رتم المباراة وتهديد وحيد في الشوط التاني لوفاق سطيف لمرمى الأهلي، قال لأ، ما أنا هخرج بعد كل ده 3-1 أروح أجيب الرابع. فسجل الرابع، وليلة تألق فيها أغلب لاعبي الأهلي من المهاجمين تاني، مع نقطة أنه إهدار الفرص هتندم عليه لاحقا لو استمر، خصوصا أن المنافس وفاق سطيف مع كامل الاحترام ليه هو منافس ضعيف في أغلب خطوط اللعب. وده بيقول على فكرة حاجة، أن التأهل لهذه الأدوار للدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا مش أهم حاجة فيه، أو مش الحاجة الوحيدة فيه أنك تكون الأفضل، لكن أنك تكون الأكثر تركيزا وجدية مع أنك فريق جيد جدا. وده سبب تأهل وفاق سطيف، هو الفريق الأكثر جدية في مراحل تأهله لحد مباراة النهاردة، لكن الأهلي تعامل معاه بهذه الجدية. أنا مش هقبل أنك تيجي تعمل مفاجأة عليا، أنا مش الترجي اللي أنت عرفت تقتنص منه بطاقة التأهل. فالحقيقة أنه عناصر الأهلي بأداء لعيبة الأهلي بتنفيذ موسيماني لفكره كان جيدا جدا النهاردة. كان في مصالحة حقيقية لجمهور الأهلي بعد اللي حصل في الفترات الماضية، سواء إفريقيا رغم التأهل أو محليا مع إهدار النقاط بشكل متتالي. والحقيقة إن رسالة محمد هاني في الهدف الرابع اللي صنعه لبيرسي تاو اللي عدل التسجيل، الحمد لله على السلامة يا بيرسي تاو، مش سجل بس 2 بل صنع ثالثا رائعا لمحمد شريف البديل. محمد هاني راح للجمهور قاعد يعتذر لهم، أنا صنعت أهو، أنتوا قافشين عليا وعلى لعيبة الأهلي وقافشين عليا بشكل شخصي النهاردة، فأنا بعتذر لكم مش على النهاردة بس بل على كل اللي فات. ورافقه بيرسي تاو صاحب الهدف نفسه بنفس المشهد الاعتذار، لأنه أعتقد أن الجمهور كان يستحق هذا الاعتذار، أولا بأدائكم ونتيجتكم النهاردة، ثانيا برسالة واضحة وصريحة قدمها محمد هاني النهاردة لجمهور الأهلي اللي ملأ استاد الأهلي بما يزيد عن 20,000 مشجع. هدف بيرسي تاو الرابع كان قبليه هدف هو اللي بدأ بيه شريط افتتاح الأهداف برأسية بعد عرضية ممتازة من طاهر محمد طاهر، غير أن طاهر محمد طاهر نفسه سجل هدفا برأسية في الشوط الثاني من المباراة. وقبليه كان أو بينهم كان محمد شريف اللي فيه تفاهم واضح جدا ما بينه وما بين بيرسي تاو في طريقة 4-4-2 دي، كان مثاليا 4 حلوة وتقرب الأهلي جدا 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 من التأهل للنهائي الثالث على التوالي. ماذا يقول موسيماني في المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة؟ تعالوا نشوف. I'm not competing with anybody. أنا مش بنافس مع أي حد. But with myself. بنافس مع نفسي أنا. And if you focus on records, you will make mistakes. لو ركزت في الأرقام القياسية هتتكب أخطاء. Because you personalize. لأن هتبقى موضوع شخصي، هتشخص الموضوع. For me, the team comes first. أهم حاجة الفريق بيكون هو يجي في الأول في المرتبة الأولى. Yes, you have to understand. I've known Percy for 20 years. بيعرف بيرسي من 20 سنة. And also I've been a coach for 21 years. هو كان مدرب بقاله 21 سنة إدارة. I have been in this situation before where the team doesn't score the goals. عايش مواقف مشابهة زي دي لما يكون الفريق بتاعه ما بيسجلش أهداف. It's not the first time for me. مش أول مرة يعيش الموقف. In fact, it happens every year. أنا كده بعيش كتير كل سنة. Yes, and it has been a big concern even for myself. حاجة مهمة جدا حتى بالنسبة لي أنا. But I've always said to you that I get worried if the team doesn't create the chances. دايما كنت بقول لكم يعني في المؤتمرات الصحفية أنا كنت بقلق لو الفرقة ما خلقتش فرص. But when the team makes the chances. لكن لما نخلق فرص الناس تصنع فرص. You have a, it gives you a hope. بتديك أمل. And it's not all about Percy scoring today. والموضوع كله مش مكاتب بيرسي سجل النهارده. I've also waited for Sharif about 10 games to score one goal. كنت منتظر شريف من 10 ماتشات ان يجيب لي جون وجاب لي. You know, so let's not focus on Percy only. ما ركزش بس على بيرسي بقى. We have a team. عندنا فريق. But for me the most important was Tahir to score. الاهم بالنسبه لي كان طاهر مسجل. Because I took a decision that he must play striker. لانه خد قرار النهارده يلعبوا راس حربه. And I know if he doesn't score you'll always say why he doesn't why you, what was the decision. او عارف طبعا لو ما كانش سجل النهارده كنت هتلوموه تقول ليه لعبتوا راس حرب That's the life of a coach. ودي هي حياه اي مدير فني. You should be brave but don't make decisions because you're crazy. تبقى شجاع بس لازم تاخد قرار يقول لك انت مجنون. Make decisions that you think there's a possibility
في ياخد قال وفي امكانيه. I can't keep Percy all the time when the team he doesn't score. Must change him. ما اقدرش اخلي بيرسي موجود على طول. حسام حسام is not scoring. I must change him. حسام ما كانش بيسجل ليه غير. شريف is not scoring. I must change him. شريف برضه نفس الموضوع. صلاح has not been scoring. I must change them. صلاح محسن نفس. I must find a new solution. لازم نشوف حلول ثانيه. كل لعيبه دي ما بتسجلش لازم نشوف حلول. I got tired tonight. فحط نار طاهر راسه. Unfortunately the first goal was offside. للاسف الهدف الاولاني سجله كان. But I'm happy. الحمد لله he scored. بس سعيد ان هو سجل. But that's football for you. دي كرة قدم. Thank you coach. قبل ما نكمل الاسئله من فضلكم نزلوا الموبايلات علشان في كاميرات بتصور. استاذنكم عشان نكمل نزلوا الكاميرات. فضلك. لو سمحت الاستاذ اللي ورا من فضلك نزل الكاميرا. اتفضل يا فندم. You play. Congratulations with the performance and the results. Whether you're confident, I think you qualified to the final. So it means that maybe the second game, the away game, will play with other people. We've rest with other players. Who will play with the same? We have not qualified to the semi-final. بقول لحياتك حسام اتهاج بتقول في مبروك ان هو النتيجه دي تقريبا حطيت رجلك في النهائي تقريبا بشكل كبير ممكن تديك فرصه انك تعمل تغييرات في الماتش العوده بيقول لك احنا لسه ما اتاهلناش. You will see our preparations are not going to be casual. بقول اعدادنا ما كانش بسيط. And you will see even the team over there. It's not going to be casual. والفريق برضه هناك مش هيسيبها الموضوع بسهوله. I've been coach for 21 years. I've seen a team turn the results from 4-0 to 5-4. انا شفت انا بقالي 21 سنه بدرب شفت فرقه كانت مغلوبه 4-0 ورجعت وكسبت 5-4. Maybe that happened here, I'm not sure. انت هي حصلت في مصر هنا مش متاكد يعني بس بتهيألي بتحصل يعني. Never happened. 3-0. 3-0 and then 4-3 somewhere maybe. بس ساعات ممكن يبقى 3-0 وبتكسب 4-3. الحمد لله. Then we follow that. Okay, so we have not qualified. لسه ما تأهلناش يعني عشان ناخد مخاطرة هناك. اتفضل. سؤالي هل الأهلي كان قوي جدا ولو اتفاق سليم كان سلبي جدا بعد خاصة بعد الفرق؟ What do you think if the Ahly was very strong today or if the stake was very bad especially after طب سؤال سؤال حضرتك تحب السؤالين مع بعض ولا نجاوب عليهم مع بعض ولا؟ وهل وجد الوفاق برسم التركيب الذي كان يتوقعه؟ اوكي tonight you won the score you were very strong or Steph was very bad especially after the red card and the second did you find Steph, did you study the Steph before the game so did you find him the same attitude like you expect or especially the a technical part we played well when Steph still had 11 against 11 on the pitch حضرتك بتقول له عشان برضه عشان ما اسمعش بيقول له انت يعني كسبت عشان انت فرقه الاهلي كانت قويه ولا كانت وفاء ستيف كان هو اللي واقع سيء خاصه بعد الطرد ويا ترى انت شفته بنفس الشكل الخطط انت درسته قبل الماتش لقيته بنفس الشكل ولا كان شكل مغاير بيقول لحياتك احنا لعبنا كويس حتى قبل ما تترد منهم لعيب كنا بنلعب 11 قدام 11 كنا متسيدين كنا بنلعب كويس and we control the game even when it was 11 against 11 وتحكمنا في مجريات اللقاء حتى وكان رايح هم بيلعبوا 11 قبل ما تطرد منهم لاعب and in football and if you come here and play us luckily and you get a red card early on a big game like this of course we will take the opportunity وطبعا لما تيجي تلعب مع في كره القدم تيجي تلعب قدام فرقه كبيره زي النادي الاهلي هنا وتاخد كارت احمر مبكر طبعا انا هتدفع ثمن احنا هنستغل الفرصه and you cannot be careless and get a red card and let your team down ما ينفعش تلعب باهمال وتاخد كارت احمر وتاثر على فرقتك تخلي فرقتك تتاثر what would you ask me if we played 10 against 11 and we scored 1-0 what would you say to me هتحصل ايه لو كنا بنلعب 10 قدام 11 ودخل جون كنت هتقول لي ايه تسالني تقول لي ايه it's football And the system, they expect before the game, or the yeah, they have a very good coach. Where is he from? He's good, eh? He's a genius. Yeah. Yeah, he's a very good coach. I think Algeria is producing good coaches. نفس التيم السؤال بيقول حضرتك مدربهم كويس جدا وفي ستيف هو بيسال جنسيته ايه فاستاذ محمد ثابت قال له جزائري فبيقول انا صحفي ايوه from Serbia yes he's a صحفي جزائري he's a European coach you can see he's got his tech you don't know nationality of coach of city
is not important for me. No. Please make the questions related to this game. No, please. No, it's not Thank important you. For me. بقول مش مهم بالنسبه لي اعرف جنسيه المدرب. I'm not playing against the coach. انا مش بلعب قدام المدرب الخصم، انا بلعب قدام playing against the thief. بلعب قدام فريق وفاق ستيف، ما يهمنيش جنسيه المدرب. And he's a very good coach. هو مدرب كويس. And he's brave. He's a very brave coach. وشجاع جدا. He didn't check the tactic even though there were one man less. حتى ما كان ماشي طريقه لعبه حتى ما كان بيلعب ناقص واحد. He played with three up front and six. كان بيلعب ثلاثه قدام وسته ورا. Because he wanted an away goal. كان عايز يجيب جون على ارض الخصم. And I think they could have got a goal. وده كان ممكن يسجل جون. So he didn't change the tactic. He came exactly the way I saw it. ما هوش طريقة اللعب وزي ما حضرتك سألته وقال لك اه طريقة اللعب زي ما كان شافها ودرسها. And I heard him how he speaks about my team. It means he does a good homework also. وشفته ازاي بيتكلم عن فرقتي فعرفت انه عارف فرقتي معناه انه عمل شغل كويس ودرسني كويس. But he's a good coach. درس فرقتي كويس قبل الماتش. بس هو مدرب كويس. اتفضل. Your message for the Ahly fans after the Did you the first was the message for the fans? Second question is a political question. What do you think? Do you prefer that the final game to be won on the way? Instead of playing just one game in the future? The second question, I don't make the rules. I follow what I'm told. And advice, what do you say? I can't do nothing with it. Okay, it's not for me to change the rules. Because even if I say I want this, and then it comes the other way, لو قلت انا عايز بشكل معين مثلا العب ذهاب وعوده, do you think my talk will influence the decision? يبقى كده كان يبقى اسرع القرار. But my only thing is, of course, a neutral venue. طبعا من وجهه نظري دلوقتي في الوضع الحالي طبعا عايز ارض محايده. I think it's only fair. واعتقد ده من العدل يتعمل. That's my only decision. Whether it's home or twice, home away, whatever. لكن نرجع بقى تاني ذهاب او عوده مش هتفرق, بس المهم تبقى لو هتلعب مباراه واحده في ارض محايده. I think there are rules with CAF. So I think they will follow the rules. قوانين في قوانين مع الاتحاد الافريقي بيتبعوا. Coach, what is your message for the Ahly fans? The supporters. You saw how they came over here. شفت الجماهير النهارده كانت موجوده ازاي بتساعدنا في الاستاد. They never gave up on us. عمرهم ما سابونا, عمرهم ما يقصوا مننا. Yes, we've been not scoring. كناش بنسجل فتره طويله وكانوا بيساندونا. They trust us. واثقين فينا. They believe in us. مؤمنين بينا. They sang from the minute one until the match. شجعونا من اول دقيقه لاخر دقيقه. Okay, what can I say? We only have to score goals to make them happy. الحاجة الوحيدة ممكن أعملها إن إحنا نسجل أهداف عشان نسعدهم. Yes, they support us, and when you play with a stadium like this and they are all here, you feel pressure to win and you feel confident to win also. وعندنا بنلعب في ماتش في الاستاد مليان بالشكل ده, يبقى عندنا ضغط إن إحنا نكسب, وفي نفس الوقت يبقى عندنا ثقة إن إحنا نلعب ونكسب. Yes, supporters are always behind us. They never let us down. دايما بيساندونا على طول, عمرهم ما بيسيبوناش. جماهير النادي الأهلي على طول في ظهرنا. الراجل موسيماني. بنكتفي طبعا بهذا القدر من المؤتمر الصحفي, ولو جد جديد من تفاصيل هتحبوا تسمعوها اكيد هنقولها لحضراتكم باذن الله. لكن الراجل واضح عليه الفرق الكبير قوي ما بين مدرب خسران او متعادل او حتى كسبان باداء غير مقنع او كسبان مع اهدار كبير للفرص, في فرق كبير قوي ما بين ده وما بين اللي هو فيه دلوقتي. الراجل دلوقتي ما طلعش مثلا انتقد لعبته على الفرص اللي ضاعت, ليه؟ لان هم بالفعل سجلوا اهدافا اخرى. الراجل بيتكلم وهو ده انا كنت ممكن استقبل هدف, وهو بيشيد بفريقه فاق سطيف. فمعنويات موسيماني مختلفة تماما, لانه اداء الاهلي في مباراة النهاردة واداءه هو بشكل شخصي بالنظر لان هيجي وقتها كمان شوية قدم اسوأ او احدى اسوأ مبارياته مع الاهلي قدام سيراميك كليوباترا المباراة الماضية. فانك تبقى خارج من مباراة مضغوط بأداء وحش وبنتيجة وحشة وتقدم الأداء ده, فالنهاردة الأهلي استحق هذا الفوز الكبير وهذه الفرحة الكبيرة لي ولموسيماني وبكل تأكيد للجمهور اللي لم يبخل بنقطة عرق من أجل تشجيع لاعبي الفريق حتى مع الإهدارات اللي حصلت في الشوط الأول من المباراة. بيرسي تاو هدفين, طاهر محمد طاهر هدفا, والبديل محمد شريف هدفا آخر, لتصبح رباعية الأهلي قريبة جدا من أن تكتمل ببطاقة تأهل إلى المباراة النهائية بإذن الله مع
القريب الآخر من التأهل الوداد البيضاوي المغربي اللي النهاردة فاز على فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي في أنجولا بنتيجة 3-1، هدف مجاني كده في نهاية المباراة سجله بيترو أتلتيكو بعد ثلاثية سجلها سواء بنزا أو يحيى جبران أو تياجو هداف بيترو أتلتيكو في مرماه في الهدف الأول من المباراة 3-1. والحقيقة أن البطولة من بعد دور المجموعات والأغلبية مرشحة الأهلي والوداد للوصول للنهائي ومعاهم سان داونز والترجي، لكن بتوديع هذين الأخيرين البطولة بقت الأمور كلها ماشية في سكة أنه ده وده هيتأهلوا إلا إذا حصلت مفاجآت. حتى الآن بيسير المنطق بشكل جيد بل وبالأداء بشكل جيد ناحية أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية في أواخر الشهر الجاري في مباراة لم يتحدد موعدها ولم يتحدد مكان إقامتها، وده أكيد هنتكلم عنه خلال دقائق. لكن مرة تانية برافو لعيبة الأهلي النهاردة على الأداء، وهنتكلم بالتفصيل عن أداء بعض اللاعبين مع الكابتن أحمد كشري نجم الأهلي السابق. كابتن كشري أهلا بيك منورنا. أهلا بيك يا هاني. أهلا بيك منور الدنيا. مبروك الأهلي فوز النهاردة برباعية. الله يبارك فيك. مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، ونتيجة عريضة ونتيجة كبيرة، يعني حطت الأهلي إن شاء الله بإذن الله يعني رجلي أو رجلي ونص في النهائي. مظبوط. الرباعية من وجهة نظرك، إن كنا اتكلمنا بعد ماتش الرجاء هنا وكنت متضايق شوية، فإيه المختلف النهاردة بيقدمه الأهلي؟ لا، اللي مختلف النهاردة الدوافع كانت كبيرة والإصرار على المكسب كان واضح من البداية، والتنظيم اللي في الملعب واللعيبة كانت بتحاول على المرمى كتير وأتاحت لنفسها فرص. لا، الشكل مختلف، يعني احنا الناس كلها شافت ان النادي الأهلي النهاردة لا عايز يكسب من البداية، وده النادي الأهلي اللي احنا عارفينه، واحنا زعلنا الفترة اللي فاتت ان النادي الأهلي ما بيحاولش كتير، اللعيبة ما عندهاش إصرار على المكسب، ما فيش روح الفوز، لكن النهارده لقى الامور مختلفه، فبالتالي ظهر الوجه الحقيقي للنادي الاهلي وكسب باداء ونتيجه وضيع فرص كثيره. يعني هو ده النادي الاهلي، يعني هو ده النادي الاهلي اللي احنا متعهدين او اللي احنا متعودين نشوفه، فبالتالي النادي الاهلي يستحق ويستحق كمان اكتر من كده النهارده. فلا، النهارده اللعيبه كان عندها اصرار، وبدايه المباراه الاهلي مركز وعايز يكسب، فطبعا يعني مع إدارة المباراة بشكل جيد النهاردة، فالأهلي قدر أنه يكسب بنتيجة كويسة جدا. إيه شفت إزاي الدفع بطاهر محمد طاهر بجوار بيرسي تاو في هجوم النادي الأهلي كابتن كشري أول ما شفت التشكيل ومع أدائهم خلال المباراة؟ والله هو طبعا طاهر لما بدأ المباراة يعني قلت برضو الراجل، يعني طاهر من نوع اللعيبة اللي هو بيجري كتير وبيضغط وعايز، فالنهارده كانت فرصة كبيرة لطاهر، والنهارده قدم مباراة أنا شايف مباراة جيدة جدا ليه، حاول وصنع وأحرز هدف وكان خطر على مرمى وسط السيف، فلعيبة النادي الأهلي يا هاني كلها بلا استثناء لعيبة مميزة ولعيبة عندها إمكانيات، لكن لما بيكونوا في حالتهم، يعني لما تشوف حسين الشحات في حالته صح بتقول عليه من أهم اللعيبة في مصر، يعني بيوصل لعيبة الأهلي، عنده شخصية، بيقف على الكورة، يعني لا اللعيبه النهارده طاهر النهارده انا شايف مباراه جيده جدا لطاهر النهارده، هايل النهارده بيرستاو النهارده يعني بيتحرك اكثر من رائع، وتحركه هو اللي خلق فرص كثيره للاهلي. حسين الشحات كان في توازن بينه وبين الخط الهجومي وعمل خلق اكثر من فرصه، يمكن حظه يعني او يعني موفقش في كورتين لكن مزبوط. كان مؤثر جدا. نص الملعب بصراحه يعني اليو ديانج في حته ثانيه خالص، يعني شايف مباراه كبيره الملعب لوحده، عامل مباراة وجنبه حمدي فتحي، خط الظهر النهارده أجاد، محمد هاني يعني في آخر المباراة قدر إن هو يعني يجيب كورة بيقول للجماهير يعني أو عايز صالح الجماهير، هاني عنده أكثر من كده، ولو لعب بإيجابية زي نهاية المباراة هيكون له شأن أكبر من كده حتى في قلوب الجماهير النادي الأهلي، فبالتالي أي لاعب النهارده كان هيلعب، حتى التغييرات اللي عملها موسيماني اللعيبه كلها نازله، في انسحاب، في لعب جماعي، يعني عايز اقول لك اي حاجه كانت هتتعمل النهارده كانت هتبقى كويسه، اللعيبه مساعده بعضيها، فبالتالي لا مباراه. واعتقد ان وفاق الصيف ساعد الاهلي بحاجتين، رقم واحد اولا انه الفريق عادي ان انا اقولها فنيا اقل بكتير من الاهلي، ثانيا انه فتح المباراه من بدايتها. كابتن كشري تتفق معايا؟ والله بص، وفاق الصيف انا اتفرجت عليه ماتش الترجي وقدر ان هو يفوز على الترجي في ملعب في تونس،
اللي بيوصل للادوار دي هاني ما بيبقاش فريق يعني ضعيف، لكن هو النهارده الاهلي هو اللي خلاه فريق عادي من الضغط العالي اللي عملوه مع استحواذ اللعيبه على نص الملعب، مع الكثافه العدديه اللي كان بيهاجم بيها النادي الاهلي، فبالتالي ظهرت اخطاء الفريق. اكيد خبره فريق وفاقس فيتنس زي النادي الاهلي في البطولات الافريقيه، لما الفرق بتلعب مع فرق كبيره بحجم النادي الاهلي وعلى ملعب الاهلي والاهلي فايق اكيد بيظهر ثغرات. بجانب هم كان باين عندهم مشكله في خط الظهر، كان العمق عندهم في خط الظهر ما كانوش بيتحركوا مع بعض. وده اللي خلى النادي الاهلي انه يوصل لمرماهم في اكتر من فرصه. بجانب ان هم في الكور او في الثنائيات المشتركه الاهلي كان افضل فيها، ودي اللي رجحت كفه النادي الاهلي، فبالتالي ظهر ان هو الفريق مش قوي، لان الاهلي تسيد المباراه من اولها بجانب الطرد اللي حصل ليوم، يعني زي ما تقولوا همتهم اجهز على المنافس خلص عليهم. والاهلي استغل دي بان هو جاب جون والتاني والتالت لحد ما وصل لنتيجه رائعه. فللامانه يعني النادي الاهلي انا قلتها قبل كده معاك، قلت لك في المواقف الصعبه وفي المباريات الكبيره بيظهر يعني حقيقه لعيبه النادي الاهلي ومعدنهم الحقيقي، فبالتالي النادي الاهلي لا النادي الاهلي استحق مجهز بقوه ان هو ان شاء الله يعني باذن الله يحصل على البطوله، وان كان البطوله في ملعب الوداد وفي المغرب، لكن انا اتفرجت برضه على غير مؤكد حتى الان، خلينا نستنى تحديد الملعب. انا اتفرجت على الوداد فرقه محترمه برضه، فرقه قويه جدا طبعا يعني النهارده خلت لو انت النهارده اتفرجت على الوداد وبيترو اتليتيكو هتقول ان بيترو اتليتيكو فرقه عاديه جدا اقل من العاديه، بتخسر في ملعبها ثلاثه، لكن اللي خلاه بيترو اتليتيكو او فاقد فيه مش كويسين الفريق المنافس قوه الاهلي وقوه الوداد بكل تاكيد. لا هو ده يعني حتى ضعف مستوى المنافس مش لا يقلل من المجهود اللي انت عملته النهارده. ما هو الرجاء الاهلي كان افضل منه بكتير، بس الرجاء عرف يصعب على الاهلي، والاهلي كان مش بنفس تركيزه في ماتش النهارده، فهو ده لا يمنع ده بكل تاكيد. يعني انا شايف ان النادي الاهلي هو اللي خلى وفاق الصيف يظهر في الحاله دي، وكذلك الوداد المغربي اللي خلى بيتو اتليتيكو فريق عادي. ايوه الفرق الكبيره لما بتبقى مركزه وبتخلص بدري بتبين بتعرف تتحكم تماما فيما تبقى من المباراه. والاهلي عمل كده النهارده، فالاهلي اكيد يا هاني يعني نادي كبير وعارف بكل تأكيد هو بيلعب في ايه، وعارف هو وصل للامتار الاخيره ومش هيفرط في البطوله بسهوله. مظبوط. فلا انا عجبني النهارده اداء النادي الاهلي والاداره الفنيه، وده برضو يرجع للي عمله مجلس الاداره ولجنه الكوره، ان هم قعدوا مع الجهاز الفني ولازم معسكر ولازم اللعيبه يبقى فيه اسلوب وليهم سيستم معين في الملعب، وده لما اشتغل عليه موسيماني بان النهارده، فدي حاجه كويسه ايجابيه تحسب برضه لمجلس الاداره واللجنه الفنيه في النادي الاهلي. بشكرك كابتن كشري ومبروك مره ثانيه الفوز اللي بيقرب الاهلي باذن الله من المباراه النهائيه. وتاني بقى فكره انه المنافس ضعيف ولا البطوله بقت الطريق ممهد للنهائي اللي احنا بنقولها اعلاميا من خلال متابعتنا، اعتقد مفهوم تماما انه لعيبه الاهلي ملهاش اي علاقه بالكلام ده. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا وفاق الصيف اللي جاي ده اللي هو السبت اللي جاي اللي انت كسبان أربعة، فبنقولها وضع قدما وضع قدما ونصف وضع جسمه بأكمله بأكمله في المباراة النهائية، ده مش معناها ان الاهلي مش مركز، لا خالص، ده كلام احنا بنقوله من خلال تحليل. انما طبعا مباراة الاياب مهمة، الاهلي اقترب جدا بواقع ما قدمه الاهلي والنتيجة اللي قدمها الاهلي وبواقع مستوى فريق وفاق الصيف، لكن كل مباراة ليها ظروفها. الزمالك انا افتكر كان كسب الوداد 4-0 من 2016 تقريبا، فكنت انا بغطي المباراة العودة هناك في المغرب، خلصت المباراة 5-2 وطول المباراة حابسين انفسنا بسبب ان المباراة اقرب للوداد وانت كسبان 4-0. ففكرة ظروف كل مباراة بتبقى اكيد انت اللي بتعرف تتعامل معاها ولا شيء محسوم. وكان طبيعي جدا رد موسيماني في النقطه دي لما قال انه ما تقوليش مبروك انا لسه ما تاهلتش الى المباراه النهائيه. تشكيله الاهلي اللي بدات النهارده المباراه مع تبديلات اجريت خلال الشوط الثاني من اللقاء كانت كالتالي: محمد الشناوي في حراسه المرمى لم يتعرض لاي تهديد يذكر باستثناء يعني محاولتين جوه الصندوق لوفاق الصيف، واحده في الشوط الاول من فاول على حدود منطقه الجزاء والثانيه في بعد تقدم الاهلي بالهدف الثالث. ياسر ابراهيم وايمن اشرف ترافقا في قلب دفاع الاهلي مع غياب محمد عبد المنعم عن المباراه. علي معلول بيعود للمشاركه الاساسيه بعد الغياب عن مباراه سيراميكا كليوباترا.
محمد هاني بيشارك ناحية اليمين، وكالعادة تواجد دائم للطرفين الأحمرين في منتصف ملعب المنافس. محمد هاني وعلي معلول أرسلوا العديد من العرضيات، أغلبها كانت ناجحة بالنسبة لعلي معلول تحديدا. محمد هاني صنع الهدف الرابع للأهلي. أليو ديانج وحمدي فتحي في نص ملعب. ما تزعلش يا حمدي على الإنذار الغير المستحق خالص اللي خدته ده، لعيبة وفاق سطيف زعقوا جامد واللعيب صرخ، فالفار نفسه راح مراجع الكورة، واكتشفنا ان حتى الانذار اللي خده حمدي فتحي اساسا ما كانش المفروض يكون انذار، لانه حتى مش دخول متهور خالص على الكورة. أليو ديانج برفقة حمدي فتحي قدم مباراة كبيرة قوي، منع وفاق سطيف من الاستفاقة بأي شكل من الأشكال وقت ضغط الأهلي. أحمد عبد القادر لعب ناحية اليسار، وحسين الشحات ناحية اليمين، وطاهر محمد طاهر في مكان مختلف عن كل مرة جاور بيرسي تاو مع وجود محمد شريف على مقاعد البدلاء. طاهر برافو أدائك النهاردة على مستوى صناعة الفرص وعلى مستوى التواجد في مكان غير معتاد ليك جوه منطقة الجزاء، بل والتسجيل وقبلها الصناعة. قبل ما يخرج ويشارك محمد شريف اللي يمكن يكون قصة الشعر الجديدة برضو فارقة معاك، لكن ما بدا ليا هو أن بيرسي تاو ومحمد شريف متفاهمين جدا على مستوى تحركاتهم مع بعض على الناحية الهجومية لما بيكونوا اتنين مهاجمين بالنسبة للفريق الأحمر. شارك أفشة في المباراة، وشارك ميكيسوني، وشارك كمان وليد سليمان، وكل البدلاء دول كانوا قادرين حتى على التسجيل أكثر من الرباعية اللي اقترب بيها الأهلي من المباراة النهائية. فين المباراة النهائية؟ ده السؤال اللي بيتقال طوال الفترة الماضية. اتحاد الكرة المصري كان أصدر بيانا وكان واضح أنه بالتنسيق مع الأهلي، بيقول فيها اوعى تفتكروا أن ماتش النهائي ممكن يتلعب في أرض من الفرق اللي متأهلة للدور نصف النهائي، فعايزينها في أرض محايدة. ده جه بعد التقارير اللي اتكلمت على أنه نيجيريا والسنغال إحداهما قريبة من استضافة المباراة، قبل ما الصحف المغربية تقول أن لا، ده المغرب هي الأقرب لاستضافة البطولة أو المباراة النهائية للنسخة الثانية على التوالي، بعد ما الأهلي كان كسب النسخة الماضية في المغرب على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. فاتحاد الكرة المصري قال لهم بما أنكم بتجتمعوا وبتفكروا وبتقرروا والصحف بتتكلم قبليكم قبل ما أنتوا تعلنوا رسميا، فإحنا بنقول لكم أرض محايدة. والحقيقة أنه علشان نخلص من الجدل السنوي ده، أعتقد يعني بما أنكم عايزين تعملوا فيها أوروبا وأنتوا أبعد بكتير في الكاف من أوروبا، ودي حاجة أنا أسف ليها، لكن أنتوا ما بتقدموش أي حاجة تشبهكم بأوروبا، فبما انكم عايزين تبقوا زي اوروبا اعلنوا بقى الملعب اللي هيستضيف المباراه النهائيه قبل البطوله ما تبدا. ده في اوروبا بيعلنوه السنوات اللي جايه. السنه دي بس اتغيرت عشان كانت روسيا، وبعدها حصلت الحرب الروسيه على اوكرانيا فنقلوها لفرنسا في الوقت اللي كان باريس موجود، لكن كنا لسه في دور ال 16 يعني، ولا كنا دور المجموعات. فبما انكم مش عايزين نفس الجدل ده، واحنا اساسا مش واثقين فيكم خالص، ومش بتكلم هنا على ان انا مصري فالاهلي، أنا بتكلم على إحنا كمجتمع كروي لا نثق في كيفية اتخاذ القرارات للاتحاد الأفريقي، فبعدوا أنتوا الشبهات دي واعلنوا الدولة اللي هتستضيف المباراة النهائية من قبل انطلاق البطولة، أو ارجعوا ذهاب وعودة، أو اختاروا ملعب محايد مش موجود فيه الفرق الأربعة اللي موجودة في السيمي فاينل. إحنا مقبلين على الفاينل نفسه ولسه ما تحددش ملعب المباراة، فطبيعي جدا إن الناس هتثير الشكوك وهتقول هو انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين تدوها لمصر للاهلي لو اتلعبت في مصر، او عايزين تدوها للوداد لو اتلعبت في المغرب؟ انا بعمم اهو الموضوع، لكن هو اساسا مش منطقي ان يبقى النهارده احنا واصلين ليوم 7 مايو والبطوله خلال 3 اسابيع هتنتهي ومش عارفين هتتلعب فين بشكل رسمي. وبالتالي لازم المباراه دي ما تتلعبش ولا في مصر ولا في المغرب من وجهه نظري يعني. طيب خليني اقول لكم انه ده كان ملخص لما تم في مباراة النهارده بالنسبة للأهلي مع وفاق سطيف، وقبليها كان الوداد كسب بيترو أتلتيكو في أنجولا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. مباراة أقيمت النهارده الساعة 3 العصر، وعجبني جدا الوداد إنه كان عارف يسير المباراة تماما زي ما كان عايز، يعني إمتى أروح أنا أزيد وأضغط وأروح خاطف الجول وأرجع، وأعرف أهدي الريتم قوي لما الكرة تبقى في حوزتي، لو أنت ضاغطني أعرف أباصي كورتين فتزهق فترجع فأبدأ أتحرك. فكان عامل مباراة كويسة جدا الوداد النهارده ونجح في تحقيق فوز مريح خارج ملعبه. طيب قبل ما نسيب او قبل ما نكمل بقى في اللي بيحصل النهارده، تعالوا نرجع شوية للي حصل في الأيام الماضية. رابطة الأندية من أيام كانت أصدرت بيانا عبارة عن توصية
ترسل لاتحاد الكره المصري بتقول لهم فيها يا ريت نراجع قراراتنا اللي كنا واخدينها قبل كده بخصوص تعيين المدربين وعمليه انتقالاتهم على مستوى الانديه خلال الموسم الواحد. قالوا في البيان انه قدمت رابطه الانديه المحترفه لكره القدم توصيه الى الاتحاد المصري لكره القدم بعدم الموافقه على قيد اي مدير فني جديد في اي ناد اذا كان قد سبق له العمل في ناد اخر في الموسم نفسه. تاتي تلك التوصيه لتقنين عمليه تغيير المديرين الفنيين بين الانديه. طيب اللي انتوا عارفينه طبعا انه كان وقت اللجنه الخماسيه كانوا طلعوا القرار ده وطبق بالفعل. بعدها جت اللجنة الثلاثية فألغت القرار ده، فشفنا من يومين عملية تدوير كده لطيفة جدا لذيذة بتحصل في الكرة المصرية. الكابتن أحمد سامي ماسك سموحة، الكابتن عبد الحميد بسيوني ماسك المحلة، الكابتن هيثم شعبان ماسك سيراميك كليوباترا. فأحمد سامي استقال وبعدها بيومين مسك سيراميك كليوباترا، عبد الحميد بسيوني في نفس التوقيت استقال من المحلة فبعدها بنص يوم مسك سموحة. فالناس كلها قالت بس يبقى هيثم شعبان هيمسك المحلة. هو الحقيقة لا، ما حصلش التدوير الكامل، هو حصل نص تدوير او ثلاث ارباع تدوير بشكل طبيعي. ان هو الغرض من القانون اللي زي ده او اللائحة دي لو اتعملت هو ان انت تفتح مجال، لا اكتشفوا ناس، او انه طب هو ده لسه فاشل، فاشل دي كلمة تقيلة، بس ده لسه ما نجحش مع في مهمته، فليه يمسك تاني يوم فريق تاني رغم ان في اسماء تانية ممكن تتجرب وتاخد. فاعتقد ان عودة الامر امر جيد جدا، بالتوفيق للكابتن بسيوني مع سموحة وللكابتن احمد سامي مع سيراميكا كليوباترا، ومبروك للكابتن هيثم شعبان الختام الرائع لمشواره مع سيراميك كليوباترا بفوز كبير على بيراميدز وتعادل ربما كان هو احق فيه بالفوز من الاهلي امام الاهلي بعد حتى ضربه جزاء جدليه قوي حصلت في الدقائق الاخيره. وبالتوفيق طبعا للكابتن مصطفى عبده اللي تولى مسؤوليه اداره الفنيه لفريق غزل المحله. لكن كابتن بسيوني امبارح خسر في مباراته الاولى امام بيراميدز، مباراه كانت مؤجله من الجوله 14 من المسابقه. بالكلام عن كل التدوير اللي بيحصل ده، في انديه غيرت ثلاث مدربين، هما الاسماعيلي بيقودهم المدير الفني الرابع حاليا الكابتن حمزه الجمل اللي كسب في اولى مبارياته، كانت مباراه حلوه قوي مع المصري امبارح، بالتوفيق للكابتن حمزه الجمل. الاسماعيلي بدا بطلعت يوسف ورحل بعد ثلاث مواجهات، فتولى خوان براون الارجنتيني ورحل بعد خمس مباريات، تولى حمد ابراهيم فرحل بعد خمس مباريات، والان حمزه الجمل اللي اعتقد انه لازم يكمل الموسم، وكفايه بقى يا اداره الاسماعيلي تغييرات. لكن اعتقد ان اختيار كان جيدا جدا بالنظر انه لازم يكون حد عارف ظروف الفريق وقائمته. الزمالك غير باتريس كارتيرون والان يتولى مسؤوليته جسوالدو فيريرا ويتصدر الترتيب في الدوري. بيراميدز بدا بايهاب جلال وجاء بشبيهه الاجنبي تاكيز جونيس بعدما تولى ايهاب جلال تدريب منتخبنا الوطني وعنده بكره مؤتمر صحفي اخيرا هيقول فيه الجهاز المعاون بالكامل. بالتوفيق لإيهاب جلال مع المنتخب ولتكيس مع بيراميدز. غزل المحلة بدأوا بالكابتن محمد عودة وجاء الكابتن عبد الحميد بسيوني، رحل عودة إلى المقاولون، رحل بسيوني إلى سموحة، والآن نجم المحلة السابق كابتن مصطفى عبده يقود زعيم الفلاحين. سموحة بدأ بأحمد سامي كما بدأ الموسم الماضي بنفس المدرب، ورحل سامي إلى سيراميكا ويتولى الآن بسيوني إدارة الفريق السكندري فنيا. سيراميك كليوباترا بدأ بهيثم شعبان والآن يتولى أحمد سامي المسؤولية الفنية انتظارا لأولى مبارياته مع الفريق الصاعد للدوري الممتاز لأول مرة في النسخة الماضية. المقاول العرب عماد النحاس بدأ المهمة ثم رحل للاتحاد السكندري والآن عودة يتولى التدريب لفريقه السابق طبعا. الاتحاد السكندري بدأ بحسام حسن وبعد رحيله تولى عماد النحاس المسؤولية. ببارك له طبعا اول فوز في الدوري بالنسبه للاتحاد السكندري في حقبه عماد النحاس. طلائع الجيش بدا ببسيوني والان المخضرم طارق العشري هو اللي بيتولى المسؤوليه. فاركو بدا بمجدي عبد العاطي والان البرتغالي نونو الميدا يقود المسؤوليه. الجونه بدا برضا شحاته ثم عين تامر مصطفى المدير الفني اللي كان في نفس الموسم بيقود مصر المقصه. المقصه بدا بتامر مصطفى والان الكابتن طارق حجاج بيتولى المسؤولية. استن كومباني بدأ بعلاء ويكمل بعلاء آخر، بدأ بنوح والآن بعلاء عبد العال.
قدم مباراة كويسة جدا جدا قدام الزمالك في الدوري وخسر في الدقائق الأخيرة ليواصل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز. بالمناسبة استغليت الأجازة إن أنا حضرت ماتشين ورا بعض في نفس الاستاد. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. برافو محمد إبراهيم على المباراة ككل، برافو باسم مرسي نزل حاسم كالعادة، وبرافو لفريق سيراميكا كليوباترا بشكل عام الأداء اللي قدمه في المباراة، لأنه الروح اللي ظهرت في مباراة بيراميدز وتلتها مباراة الأهلي والحياة والتركيز الشديد في أغلب تفاصيل المباراة، في قطع الكرات، استقبال الضغط، الهجمة المرتدة اللي بيبني عليها، بصوا اللمسة دي وانت في المدرجات هتستمتع قوي بيها. للأسف أنا شفت الإعادة كذا مرة باللقطة اللي هي الكلوز دي، كانت لازم تتفتح عشان تبين لنا الكرة ازاي خارجة من رجل باسم اللي احنا نفسنا كنا متوقعينه يلعبها لمصعب البطاط ناحية اليمين اللي كان فاتح له، راح هو شاف حاجة ما حدش شايفها فلعبها لباسم مرسي قبل ما. فأنا بحيي لعيبة سيراميك كليوباترا على أدائهم طول المباراة قبل ما الأهلي ينجح في إدراك التعادل المتأخر جدا بضربة جزاء جدلية جدا وقف فيها الفار لعدة دقائق قبل أن يسجلها محمد مجدي قفشة. مباراة كانت ممتعة جدا حقيقة، أدي التمريرة حلوة قوي 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 من محمد إبراهيم، شوف هدف قفشة، ضربة جزاء اتحسبت على أحمد محسن بلمسة أو رأى الحكم أنه وضع قدمه في رأس محمد محمود، رأيت ان كان في لمسة يد على بيرسي تاو قبلها، لكن ضرب جزاء سجلها بذكاء محمد مجدي قفشة ليدرك كل فريق نقطة مثيرة في مباراة كانت حلوة قوي. هرجع بقى واقول الماتش اللي قبليه التاني يوم حضرته اللي هو كان الزمالك مع إسترن كومباني وفاز الزمالك 2-1. إسترن كومباني عمل مباراة حلوة قوي قوي دفاعا وكمان هجوما، احمد امين اوفا عمل مباراة حلوة قوي وسجل هدفا وقبل ما يخرج، وكان اللاعب بالمناسبة ترابولسي لاعب خط وسط إسترن كومباني، لعيب ركزوا معاه، لعيب كويس قوي دفاعا وهجوما، وكان الفريق قريب من قنص نقطة لولا هدف بيسجله أحمد سيد زيزو بعد تمريرة حلوة قوي من الجزيري عاد بي الزمالك إلى قمة الدوري أو منع فقدان نقاط يعيد الأهلي مبكرا إلى القمة أو ملاحقه سيراميك بيراميدز إلى القمة. لكن لقطة احتفال أحمد سيد زيزو بهدفه مع جمهور الزمالك كانت من اللقطات اللي هي الأيقونية، اللي هي لقطة الجول ده يخلينا ماشيين صح، يمنع أي اهتزاز أو ارتباك إحنا في غنى عنه. دي اللقطة بتقول كده ما بين جمهور الزمالك اللي احتفل بنجمه الأول زيزو أو زيزو اللي احتفل بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة للمباراة. ليه بقى بتكلم عن الماتشين؟ عشان أرجع للنقطة الأساسية بتاعتي، انه انا بحب قوي استاد المقاولين العرب من وانا صغير، يعني من وانا بحضر فيه ماتشات تحس كده انه ايه من الملاعب اللي ليها ريحه، اللي هو تبقى عارف وانت داخل الاستاد ان انا داخل استاد المقاولين العرب، بمدرجاته، بطريقه دخوله، بالمداخل بتاعته، بارضيه الملعب. فانا بالنسبه لي نوستالجيا جميله يعني استاد المقاولين العرب ده، واستمتعت جدا بحضور المباراتين وبالتنظيم اللي بيحصل من الادارات طبعا ومن اداره الاستاد، لكن مش حلوة في حق استاد المقاولين العرب بهذا التاريخ وهذه القيمة ان يكون اللوحة اللي فيها النتيجة او الدقايق مش موجودة، فنحس ان احنا فجأة قاعدين في صحراء، فنفضل نمسك الموبايلات، هو التغيير ده في الدقيقة كام؟ هو الانذار ده في الدقيقة كام؟ هو الجول ده في الدقيقة كام؟ هو ناقص قد ايه على الماتش؟ فلقيمة وتاريخ استاد المقاولين العرب وشكله المتميز واستكمالا لاداء مجلس إدارة سيراميك المقاولين العرب الرائع، أتمنى إنه يتم، أنا عارف ده بيكون برضه مكلف، لكن بوضع ده في الصورة علشان نبقى عارفين بس المواعيد، لأنه كمان بيحلي من شكل استاد المقاولين العرب استاد الجبل الأخضر. طيب خليني أقول لكم إنه بمناسبة الكلام على الدوري المصري، تعالوا نعمل جولة سريعة كده لأنه اتلعبت كذا جولة في وقت العيد، شكل جدول الدوري بقى عامل ازاي مع الوضع في الاعتبار ان في انديه لعبت اقل من انديه اخرى. شكل جدول المسابقه حاليا كالتالي: الصداره للفريق الابيض الزمالك بعد ما لعب 17 مباراه جمع فيها 41 نقطه، بيليه بيراميدز اللي كسب امبارح احدى مؤجلاتي امام سموحه بهدفين، الاول منهم خطا كبير قوي لهاني سليمان، ركز يا هاني، بيراميدز بقى عنده 35 نقطه، الاهلي في المركز الثالث 33 نقطه لكن لعب 14 مباراه فقط، فيوتشر استغل خسارة لسموحة بالأمس في أنه يبقى في المركز الرابع، وده ممكن لسه مش رسمي
يخلي فيوتشر يشارك في افريقيا في النسخه المقبله، لان سموحه لعب 17 مباراه بتوع الدور الاول وجمع منهم اقل مما جمعه فيوتشر من 16 مباراه. البنك الاهلي في المركز السادس ب 23 نقطه. السابع فاركو 23 نقطة نفس الرصيد، طلائع الجيش نفس عدد المباريات 22 نقطة، امبي في المركز 16 عفوا في المركز التاسع ب 20 نقطة بنفس الرصيد غزل المحلة لكن لعب مباراة أكتر، المصري بورسعيدي سقط بالأمس أمام الإسماعيلي فجمع 19 نقطة وبيعيش أياما صعبة بسبب ما وصف بتمرد اللاعبين لعدم حصولهم على مستحقاتهم، الاتحاد السكندري جمع من 17 مباراة 19 نقطة في المركز ال 12. في المركز ال 13 سيراميكي كليوباترا بعد فوز وتعادل مهمين جدا تحسن مركزه فوصل لمركز ال 13، الجونه 17 نقطه في المركز ال 14، ثم المقاول العرب 16 نقطه، الاسماعيلي 14 نقطه، ما زال في منطقه الخطر وان كان انتصار الامس مهما جدا. مصر المقصه في المركز ال 17 وايسترن كومباني في ال 18 وكلاهما يمتلك 10 نقاط، يبدوان الاقرب للرحيل من الدوري الممتاز حتى الان. طيب ده كلامنا عن الدوري، واكيد خلال الحلقه هينورني كمان شويه الكابتن رمضان السيد نجم الاهلي السابق، هنتكلم عن الدوري وهنتكلم اكيد عن فوز الاهلي الكاسح على وفاق سطيف برباعيه دون مقابل. لكن النهارده في الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم لعبت مباراه ما بين توتنهام هوتسبير وليفربول، مباراه في الجوله 36 من المسابقه، اربع مباريات باقيين لك يا ليفربول انت وسيتي عايز فيهم تكسب كل المباريات ويفقد سيتي نقاطا فتتوج بطلا للدوري الانجليزي الممتاز. ولكن فقد ليفربول نقطتين النهارده، بل كاد يفقد ثلاثا، سون بيسجل هدف التقدم لتوتنهام هوتسبير وبعديها كلوب بيقول لا ما فيهاش مش هستنى انا مش عايز اتعادل انا عايز اكسب، فراح منزل كل مهاجمينه بقى، راح منزل الى جانب لويس دياز وصلاح وماني اللي ما كانش في احسن مستواهم قوي النهارده، راح منزل معاهم جوتا وبقى يضغط، ده غير انه الاطراف كلها بتهاجم وروبرتسون اللي خرج ونزل مكانه تسيميكس والناحيه الثانيه ارنولد، فسجل هدفا عن طريق لويس دياز من تصويبه خبطت في بن ديفيس وسكنت الشباك، لكن في الاخر خرج فاقدا نقطتين عشان سيتي يبقى عنده فرصه غدا ربما انه يقترب جدا من لقب الدوري الانجليزي الممتاز للسنه الثانيه على التوالي اذا كسب نيوكاسل الساعه 5:30 ان شاء الله. ان شاء الله دي ان الماتش الساعه 5:30 مش ان شاء الله يكسب، عشان الناس قفشه قوي في موضوع ازاي ما بتشجعش ليفربول لو انت ومحمد صلاح. بالمناسبه ده كلامي بقدم بيه للي جاي، انا اتمنى ليفربول ياخد الدوري الانجليزي، لكن انا بتكلم بقى على النقطه اللي جايه هي دوري ابطال اوروبا. تشيلسي اسقطه ريال مدريد، سيتي اسقطه ريال مدريد، قبلهما اسقط ريال مدريد باريس سان جيرمان، فماشي بمسيره مرعبه تخوف والسيناريوهات تخوف. ليفربول قفله من كام باك مرعب لفيا ريال 2-0 كسبانه وراح كسبان 2-0 رحت انا جايب فيه 3 وايه لا إيه اصحى. هنا عادي جدا ان الجمهور اصل ده ريال مدريد يعني، ففي في ناس بتشجع ريال مدريد اكتر ما بتشجع انديتها المحليه. فما تزعلوش قوي لما تلاقوا حد بيشجع ريال مدريد على حساب ليفربول، عادي. ده فريقي هشجع ريال مدريد. في واحد تاني يقول لك والله لو بشجعه لو انا مولود في اسبانيا. بس ده ليفربول اللي بيلعب فيه محمد صلاح فانا اشجع ليفربول. كلاهما يستحق التحيه، ما هي دي كوره يا جماعه، الكوره اصلا حلاوتها في ان مفيش معيار واحد ينفع تقيس عليه. وانت بتشجع وانت بتلعب وانت بتهاجم وانت بتنتقد وانت بتحلل، في معايير كتير قوي، فعادي اللي يشجع ريال مدريد يشجع واللي يشجع ليفربول يشجع، انا اشجع ليفربول واتمنى ليه التوفيق. لكن النقطه دي بتدينا النقطه الجدليه الابرز قبل ما اطلع لفاصل خلال الايام الماضيه، وهي اللي قاله محمد صلاح. مبدئيا كده في سؤال دايما بحب اساله لاي طرف متاهل للدور اللي جاي في اي بطوله واليوم التالي هيعرف مين منافسه. اتعودت اسال السؤال ده، تحب بقى تلعب مين الماتش اللي جاي؟ من ماتش بكره ده، انهي واحد من الفريقين دول عايز تلعبهم في الدور اللي جاي؟
لكن من كتر تكرار السؤال ومن كتر ان الناس بقت دبلوماسيه ما بقتش انا شخصيا احب السؤال، رغم ان السؤال يدي لك اجابه بعنوان حلو. حتى زمايلي بيقولوا نسيت السؤال وهيقول لي في ودني اساله تحب تلعب مين بكره من المنافسين. السؤال فجاه فقد قيمته بسبب ان الكل بقى دبلوماسي، يقول لك والله اي واحد كويس، والله بحترم الاثنين، والله الفريقين كبار، والله احنا مركزين، والله الفريق اللي عايز يكسب البطوله ما يفرقش معايا لاعب مين. فبقت الاجابات دايما ايه، بقيت تسال السؤال وانت عارف ان الاجابه ايه، عاديه دبلوماسيه زياده عن اللزوم. محمد صلاح قرر امبارح او من 3 ايام انه يدي عنوان تاريخي، عايز تلعب مين يا صلاح؟ كان واقف قدامه بيتر كراوتش وريو فيرديناند مع بيتي سبورتس بعد ما كسبوا فياريال، يعني هو لسه في الملعب، قال لهم ريال مدريد، اتخضوا. قال لهم مانشستر سيتي لعبناه كتير السنه دي وبنفسه فريق كبير قوي، لكن انا عايز ريال مدريد. قال له ده باي باك، ده عشان ترد. قال له عشان ارد، ارد على ان انا اتغلبت منهم من 4 سنين في 2018. اجابه فيها احترام لريال مدريد واحترام لمانشستر سيتي، لكن ما فيهاش دبلوماسيه، فيها انا عايز العب مين. هل ده يقلل من ريال مدريد؟ لا طبعا. هل محمد صلاح مش عارف قوه ريال مدريد؟ لا طبعا. هل ده هيضيف ضغطا على ليفربول؟ لا طبعا. هو في ضغط اكتر من انك بتلعب مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا؟ هو في ضغط اكتر من ان الفريق اللي انت هتلعبه ده ريال مدريد اللي هيتحدد تاني يوم وقتها، يعني ده مطلع سيتي او مطلع تشيلسي وباريس سان جيرمان وهيطلع بكره سيتي؟ مفيش ضغط اكتر من، في ضغط ان هو اكتر من ان هو ده دوري ابطال اوروبا نهائي؟ لا طبعا. فصلاح هو اللي بيحط ضغط لريال مدريد، اللي هو انت مدرك اللي انت بتقوله ده؟ هو صلاح ده عارف هو بيقول ايه؟ ده احنا ريال مدريد، ده احنا بتوع 13 لقب دوري ابطال اوروبا. فصلاح هو اللي بيحط الضغط على ريال مدريد. ده رقم واحد. رقم اتنين، جريء جدا وانا احب جدا الجريء. رقم ثلاثة، هو بصراحه يعني الاحباط الابرز او احد اهم الاحباطات في مسيره محمد صلاح الكرويه هو احباط نهائي دوري ابطال اوروبا 2018. ليه؟ لانه على المستوى الشخصي اول نهائي في تاريخه هو في دوري ابطال اوروبا بيخسره. ثانيا، اتصاب اصابه يقال او يرى من البعض انها متعمده من راموس، فخرج في الدقيقه 30، فليفربول اللي كان بادئ قوي هبط فخسر 3-1. فده بل ده مش بس كده، ده ما لعبش كاس عالم بسبب الاصابه دي، يعني راح وغاب عن المباراه الاولى ولعب الاثنين التانيين الثانيه والثالثه وهو بنص كتف. فاحباط تاريخي. فان صلاح يطلع يقولها انا عايز العب ريال مدريد، ده انت برافو عليك، ده انت جريء جدا، برافو برافو ان انت بتقولها. ايه الخساره الوحيده اللي ممكن تحصل؟ ان ليفربول يخسر فالناس تروح واخده تصريح صلاح تقول له ها 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 ايه رايك بقى، اللي هو اخرها ايه، قصف جبهه يعني؟ ولا تفرق، ولا تفرق قصف الجبهات دي، بالعكس ده هو بيقول لك حط ضغط على زملائه. ليه يعني؟ ده نهائي دوري ابطال اوروبا، هو في هو في ضغط اكتر من كده؟ هو المثير واللي خلانا احس ان صلاح قاصد يوصل الرسائل دي انه ما قالهاش بس في اللقاء ده، ده كان قاعد زيه زينا بيتفرج على ماتش مانشستر سيتي مع ريال مدريد وهما بيعملوا كام باك مرعب على مانشستر سيتي بعد ما كانوا مغيبين واحد لغايه الدقيقه 87، راحوا جايبين جولين وبعديها في الثالث في الاكسترا تايم، قاعد بيتفرج زينا الماتش خلص، راح منزل صوره وقال لك ايه بقى؟ قال لك وي هاف سكور تو سيتل، لا تعالوا بقى نتحاسب، احنا عندنا حساب. راح منزل صوره ليه هو ولاعيبه ليفربول وقال لهم في حساب قديم يلا بقى نخلصه. ده اليوم الثاني. اليوم الثالث راح اتكرم بجائزه الافضل على مستوى رابطه النقاد الرياضيين في انجلترا، وراح اتسال انت قلت ريال مدريد الدنيا مولعه بسبب اللي انت قلته؟ قال اه يا جماعه عايز العب ريال مدريد. هو ده يقلل من ريال مدريد؟ لا انا عايز العب ريال مدريد، انا عندي ريفنج، عندي انتقام كروي عايز احققه. ان شاء الله صلاح تكسبها، عشان مش بس عشان انت تستاهلها يعني، عشان التصريح ده كمان. برافو، انا بحييك على جرأتك، بحييك على جرأتك. وانا حاسس ان صلاح مركز قوي في ماتش 28 مايو ده اكتر حتى من تركيزه في الدوري النهارده. فاعتقد ان هي هتكون مباراه في قمه الاثاره. ليفربول عاد وفاز البطوله في النسخه التاليه امام توتنهام هوتسبير، لكن ان تفوز بلقب دوري ابطال اوروبا من توتنهام اللي بيلعب اول مره في حياته نهائي دوري ابطال اوروبا اكيد مختلفه تماما عن انك تكسبها من البعبع الاكبر في العالم ريال مدريد.
بس عجبني قوي انشيلوتي بمناسبه الفوز على مانشستر سيتي، هو بيكلم لعيبته توني كروس ومارسيلو، انزل مين في الاكسترا تايم؟ راجل رايق كده وايطالي ايطالي يعني، بيشرح لهم وبيسالهم وبينفذ وبيثق في لعيبته. قايمه على فكره اللي واصله فاينل دوري ابطال اوروبا مع الريال دي قايمه مش قويه خالص مقارنه باللي لعبوهم وعدوهم سواء باريس او تشيلسي او مانشستر سيتي اخر الضحايا حتى الان، لان قد يكون ليفربول هو الضحيه المقبله في سعي ريال مدريد الى اللقب الرابع عشر في تاريخه. تعالوا نشوف الفريق الباحث عن اللقب الحادي عشر في دوري ابطال افريقيا في تاريخه ماذا قال جمهوره بعد الفوز على وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الابطال ذهابا برباعيه دون مقابل. وبعد الفاصل نكمل معاكم في الماتش، خليكم معنا. النهارده انا فرحان قوي قوي، والاهلي الصراحه لعب حلو جدا جدا النهارده، ماتش كان حلو قوي قوي، ان شاء الله في العوده هنكسب برده تاني ان شاء الله 2-0 هناك ان شاء الله في العوده باذن الله. والله النتيجه كويسه في كل الاحوال يعني تمام. هو الماتش كان ممكن يكون نتيجه اكبر من كده، الماتش كان اسهل بكتير يعني، بس انا شايف بالنسبه للنتيجه مش وحشه يعني، خدنا اللي احنا عايزينه من الماتش وربنا يوفق في الماتش الجاي ان شاء الله. والحمد لله يعني على المكسب أربعة كده الواحد كده يعني، هنروح إن شاء الله هناك عندهم هنبقى مرتاحين يعني، النتيجة مشرفة جدا والحمد لله يعني الأهلي كل يوم في تقدم يعني الحمد لله. كان ماتش جميل واللعيبة عدت أداء كويس ومشرف يعني. الحمد لله كان ماتش جميل يعني، 3-0 من الأهلي كان حلو جدا، أداء حلو إن شاء الله البطولة للأهلي يعني إن شاء الله. الأداء كان كويس وإن شاء الله في العودة هيكون أداء أحسن من كده، وألف ألف مبروك النادي الأهلي. إن شاء الله الماتش الجاي نكسب بجودة أعلى من كده كمان شوية. كان بيلعب من اول دقيقه وكان بيلعب لغايه اخر الماتش وكان بيلعب بروح الفريق كله، وحسين الشحات كان عامل يعني مجهود جبار جدا وكان ماتش كويس يعني، ماتش مشرف لجماهير النادي الاهلي وده اللي متعودين عليه من النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. هنتكلم اكيد على قرار لجنه الانضباط او الفيفا بالغرامات اللي توقعت على مصر والسنغال بعد مباراه مصر والسنغال في المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم، ولكن قبل ما نروح للنقطه دي لان اكيد عندنا كلام فيها، تعالوا نرحب هاتفيا بالكابتن بجمعه قصاب مهاجم الوداد البيضاوي المغربي السابق احد ابطال نسخه 2002 في ابطال الكؤوس. اهلا بك كابتن بجمعة. اهلا اخي واهلا بمستمعي ومشاهدي الكرام. اهلا بحضرتك، بدايه ببارك لك فوز الوداد النهارده بنتيجه 3-1 على بيترو اتلتيكو دي لواندا ذهابا فيما يبدو مقربا جدا للوداد من التاهل للنهائي. الله نظرا لنتيجه اللقاء الذهاب كنظن ان فريق الوداد وضع قدم اولى في النهائي المرتقب ان شاء الله كما الحال مع فريق الاهلي اللي هو كنظن انه وضع قدم في النهائي، ونتمنى يكون نهائي ممتع لان الفريقين قدموا مستويات كبيره حتى وصلوا لهذه المراحل الاخيره في المسابقه. الفوز اللي تحقق النهارده على فريق بيترو اتلتيكو خارج الملعب بثلاثيه كان من الممكن ان تكون نظيفه لولا هدف سجل في الدقائق الاخيره لفريق اصحاب الارض. كيف شاهدت هذا الفوز واسبابه كابتن بجمعة؟ ولا اخفي عليك اخي كنا متخوفين صراحه قبل اللقاء من هذه المقابله، وكنا خصوصا الظرفيه اللي جرت فيها المقابله للتوقيت اللي كما كيعرف الجميع ان الحراره مفرطه والرطوبه مرتفعه، وفريق الوداد كنظن انه ما محتاج لهذه الظروف، زيد على ذلك الحضور الجماهيري اللي كان اليوم قياسي، المسؤولين على الفريق وفروا جميع الظروف باش الجمهور يكون بكثافة حوالي 60 او حتى 70 الف متفرج، وهذه اول مره الملعب كيشهد هذا الحضور. ثالث حاجه هو كانوا بعض غيابات فريق الوداد اللي كانوا مؤثرين قبل من اللقاء، ولكن
من بعد اجراء اللقاء ما باش واحد النقص اللي كان في المجموعه. هذا يعني ان فريق الوداد هو فريق مجموعه ماشي فريق فرديات. الحمد لله المدرب كان انه من بعد اللقاء اللي جرى مع بيترو اتليكو في المجموعات فقرا الخصم قراءه جيده والشيء اللي شفناه خصوصا في الملعب ديالو. واليوم شفنا بان وليد الركراكي عرف كيفاش يستثمر ذاك القراءه اللي قراها على فريق الخصم. وشفنا انه فرضيات اللي كيتوفر على فريق بيترو اتليكو كانت فرضيات مهمه. لاعبين برازيليين لاعبين اللي عندهم خبره ولكن الطريقه والسريته باش كيدرجوا اللاعب وكيبنيوا العمليات من الخلف خلات ان الوليد يحاول يسد كل الممرات ويحاول يغلق المنافذ خصوصا من الاطراف لانهم تبارك الله كيتوفروا على واحد الاظهره في المستوى لا على البلك اليمين ولا على الشمال. هذه كلها الخطوره ديال هذا الفريق قراها الوليد الركراكي وما شفناهاش في لقاءات اليوم. هذه يعني ان القراءه كانت جيده وفي نفس الوقت كان كيعتمد على الهجمات المرابطه اللي كانت عطات ثلاث اهداف تبارك الله خارج الميدان. وكما قلتي الهدف اللي تسجل على الفريق في اخر دقائق كان عن طريق خطا من ضربه ثابته ولكن ان تسجل ثلاث اهداف في ميدان الخصم. في ديل هالظروف اللي قلنا فكيبقى انجاز كبير ونجي نبدو قريبين من مواجهه اهلي ووداد جديده كابتن بو جمعه. كما قلت لك كما ابارك الفريق الاهلي هذا النتيجه اللي حقق في الميدان ديالو 4-0 فكنظن انه وضعته هو كفئه كره القدم ولكن على الورق وعلى المستويات كنظن ان الفريق الوداد وفريق الاهلي غيكونوا في الطرفين النهائي. في كما قلت لك غادي يكون هو ما نقولش كما اعاده النسخه ديال 2017 ولكن غتبقى هناك متغيرات هناك مدربين جدد هناك لاعبين اللي اول مره غادي يلعبوا في هذا النهائي ما تلاقاوش بعد ولكن كتبقى مواجهات الوداد والاهلي دائما مثيره وفيها اهداف. قبل اسبوعين كابتن بو جمعه شفت تصريح لحضرتك وانت بتقول انه أرى أنه هذه النسخة شبيهة من نسخة 2017 التي توج بها الوداد على حساب الأهلي تحت قيادة الحسين عموتة. ده كان من أسبوعين، فما هو التشابه اللي شايفه من وجهة نظرك وإحنا خلاص بالفعل مقبلين على مواجهة محتملة بين الفريقين؟ وأظن أن التكهن الديالي هدف في المسار الصحيح لأن كنشوفوا بأن النسخة ديال 2017 كان المدرب مغربي اللي كيشرف على فريق الوداد اللي هو موتا والان نفس المسائل القضيه فوليد الركراكي حتى هو مدرب مغربي. ثاني حاجه واللي هي اهم انه حنا غادي نتلاقاو ان شاء الله كما قلنا مع فريق الاهلي هو نهائي مرتقب كما كان في 2017 او 2000 دابا 2022. ثالث حاجه هو ان كما كنتنبا ليها واخا هي معنا حتى كاس الكونفدراليه من الممكن واخا حنا كنبغيو غير بان فريق مغربي ينتصر غدا على تيبي مازيمبي اللي قدر حتى هو يكون في السيبير ديال كما كنقول سيبر كوب. وثاني حاجه واللي هي باقا ما تاكدتش هو انه يقدر النهائي يلعب في مدينه الدار البيضاء كما كان في 2017 وهذه كل عوامل اللي خلتني انا نتنبا بانه يقدر يكون نسخه ان شاء الله كل حاجه تبقى شبه بعض باستثناء النتيجه بقى كابتن بو جمعه اسمح لي. احنا ما جبتش النتيجه لحد الان ولكن المهم هو النسخه تكون نهائي اهلي والوداد ونبارك اكيد للفائز باللقب لانهما فريقان كبيران بكل روحيه فريقان كبيران ولو ان فريق الاهلي تبارك الله عنده من هذا القاب كثير في المشوار ديالو
وفريق الوداد نتمنى انه تكون ثالثه ان شاء الله في المشوار ديالو في هذا الموسم، خصوصا كما شتي الجمهور كذلك كان عنده واحد الدور كبير باش فريق الوداد وصل لهذه النتيجه، لانه مباشره بعد رجوع الجماهير فشفنا نتائج جيده، شفنا اداء مميز، نعم رده فعل ديال اللاعبين، هذه كلها عوامل هي داخله في النطاق اللي قلنا ديال التشابه في 2017. بالتوفيق باذن الله في المباراه المقبله وتاكيد التاهل للنهائي. بشكرك جدا على وجودك معنا كابتن بجمعه قصاب مهاجم الوداد البيضاوي المغربي اللي فريقه النهارده مهاجم السابق طبعا اللي فريقه النهارده تاهل الى أو اقترب من التأهل إلى المباراة النهائية بالفوز على بيترو أتلتيكو في أنجولا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. قبل أيام الفيفا أعلن فرض غرامة 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي لكرة القدم وإقامة مباراة رسمية مقبلة بدون حضور الجماهير بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة. تقريبا ده نفس ما ذكره الاتحاد المصري في شكواه، لكن هو ما طلبه الاتحاد المصري كان إعادة أو اعتبار مصر متأهلة، لكن احنا مش عايزين غرامة، يعني هنعمل احنا بالغرامة ولا بإقامة مباراة بدون جمهور؟ ده اللي أكيد الاتحاد المصري كان مستني. هو اللي كان مثير للاستغراب هو فرض غرامة 6000 دولار على مصر بسبب سوء سلوك الفريق. أنا ما شفتش سوء سلوك، يعني أنا ممكن أقول إن كان في سوء سلوك في وقت وارفضه، بس انا مش فاكر قوي سوء سلوك في السنغال في ماتش هناك، قد يكون بقى الغضب والزعل وبعد الماتش وكده، انا ما شفتش ده، بس على اي حال يعني اكيد ده طبقا لتقارير. طلبنا كان واضح وهو تاجيل او اعاده المباراه او اعتبارنا متاهلين مع اختلاف التصريحات من مسؤولي اتحاد الكره المصري، قلت من اول يوم انه كان صعب جدا لكن كان يبقى في امل بالنظر لان احنا عاملين ملف يعني وشكوى، وما زال لا مش هقول لكم ما زال الامل قائما لانه اساسا لم يكن موجودا بقوه، بس قائما دي بقى دلوقتي اساسا امل لو كان موجود بضعف فهو ضعف اكتر لان في قرار طلع، لكن بان الاتحاد المصري قال انه هيقدم ملف للمحكمه الرياضيه لكن لسه مستني الحيثيات بتاعه القرار ده، ومعاك 21 يوم بعد استلام الحيثيات انك تقدم فيها الشكوى للمحكمه الرياضيه. انا رايي يعني ان احنا نركز قوي بقى الفتره اللي جايه في ان احنا ازاي نتاهل كاس عالم 2026 دي على كل المستويات بدعم ايهاب جلال اللي هيعين بكره رسميا بتوفير كل الظروف باقامه دوري منتظم يبدا في وقت محدد وينتهي في وقت محدد بادخال الجمهور بنسبه اكبر، وده حاجه اعتقد هتحصل في الدور الثاني واتمنى ان تتم وان يتواصل تواجد الجمهور بشكل جيد من الجانبين من الجمهور ومن المنظمين، لانه برضه مش حلو في حق مصر ان احنا نبعت اسماء الانديه اللي هتشارك في افريقيا السنه اللي جايه واحنا لسه ما خلصناش الدور الاول. مش حلو في حق الدوري المصري، مش حلو في حق التنافسيه، النهارده يونايتد الناس مركزه قوي مع ماتشو كان ماتش رائع اتغلبوا خساره مرعبه من برايتون 4-0. الناس مركزه ليه في الماتش؟ ما هو اكيد مش يونايتد هياخد الدوري، لا مركزه يونايتد هيكسب فهيكمل اماله في التاهل لدوري ابطال اوروبا السنه اللي جايه ولا لا؟ فالنهارده خسر فرسميا لن يشارك في دوري ابطال اوروبا السنه اللي جايه. فما دي حلاوه انك تخلي كل المباريات فيها تنافسيه لحد اخر يوم. عارف ان هي مش مسؤوليه الحالي الاتحاد الحالي، بس انا مش كل شويه اروح قايل غلطه اللي فات ولا اللي قبله وانتوا تقعدوا تحذفوها لبعض، انا بتكلم في انه اساسا عشان صوره الكره المصريه مهم جدا انك تحافظ على التنافسيه لحد اخر جوله ما بين اللي فوق اللي عايز ياخد اللقب وما بين اللي خايف يهبط وما بين اللي في النص عايز يدخل مربع ذهبي عشان يشارك في افريقيا، بل ودي مكافآت بترتيب المراكز كمان، السابع ياخد مكافأة أكتر من الثامن، خلي الكل يبقى عنده حماس لحد نهاية المسابقة. مش مع الدور الأول، الدور الأول لسه عندك 17 ماتش نكون بعتنا أسماء الأندية اللي مشاركة في البطولتين الإفريقيتين. متعبة قوي نفسيًا يعني ومش حلوة في حق الكرة المصرية. بغض النظر عن مين المسؤول عنها بقى، دوري الكورونا ولا اللجنه الخماسيه ولا اللجنه الثلاثيه ولا الاتحاد الحالي ولا رابطه الانديه، فكفانا القاء اللوم على بعضنا بل ونشتغل بجد علشان نحسن من المنتج بتاعنا الكبير الكبير جدا. طيب انا عايز سلام على مؤمن زكريا، برافو يا مؤمن انك بتحضر الماتشات وبتخلينا نفرح ان احنا نشوفك وربنا يا رب يرجعك لينا بالف سلامه. شفناه النهارده في مدرجات الفريق الاحمر الاهلي بل وعلى مقاعد البدلاء كمان في استاد الاهلي ويا السلام، وحمد لله على سلامتك يا اكرم، انت كمان اكرم توفيق
وحشتنا ومبسوطين احنا شفناك امبارح في ملعب مختار التتش، والنهارده بنشوفك في الملعب اقترابا باذن الله من عودتك الى الملاعب قريبا. طبعا مصاب بقطع في الرباط الصليبي من يناير الماضي. اتحاد الكره النهارده اعلن تكليف حازم امام ومحمد بركات عضوي المجلس باختيار خليفة فنجادة ومدربي المنتخبات اللي هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وباقي المنتخبات، فيما رآه البعض أنه طردية للنجمين الكبيرين اللي أبدايا اعتراضهم على تعيين مدير فني مصري في الوقت اللي رغبا في تعيين مدير فني أجنبي بالنظر لأنهم الكرويين الوحيدين في اتحاد الكرة المصري، فرأى البعض أنه اعتذارا شيكا أو طردية قبل إعلان إيهاب جلال فربما يحضران غدا. لا أعتقد أنهما سيحضران، وإن حضرا فده الأحسن، وإن خلاص بقى اللي فات فات ومن حق، وانتوا أبديتوا وجهة نظركم والنهاردة بيتم تسليمكم مهمة مختلفة أكيد مش بنفس أهمية المنتخب الوطني في وجهة نظركم، لكن هي مهمة فاشتغلوا عليها وركزوا، واعتراضكم يبقى دايما داخل المجلس بشكل كمان أكثر وضوحا يعني. طيب يلا حالا يا عمرو، حالا يا عمرو. طيب عايز اقول لكم انه على مستوى الرياضات الاخرى غير كره القدم بقى، فبكره عندنا كوم من المباريات ولمده ايام لاحقه. هبدا بكره اليد. بكره الزمالك والاهلي يلتقيان في مباراه السوبر الافريقي اللي الفائز بيها كالعاده سيشارك في كاس العالم للانديه اللي هيقام من جديد في المملكه العربيه السعوديه. المباراه باذن الله هتنقل الساعه 9 مساء، سبعة كانت تسعة بقت سبعة، أعتقد هتذاع من خلال القنوات المصرية لكن لسه مش مؤكد، لكن في احتمال كبير. مباراة أعلن فيها الفريقان القائمة المشاركة فيها، والحقيقة بترجعنا للمباريات الممتعة اللي هم دايما بيقدموها لنا. كان الزمالك توج بالسوبر المصري قبل أيام، وقبلها كان توج بالدوري، وقبلها كان شارك في نهائي الكاس وخسر أمام سبورتينج. فالأهلي بيسعى لمباراة بيستفيق فيها تحت قيادة مدير فني تولى المسؤولية قبل شهر اللي هو جوردو، دانيال جوردو الإسباني. فإن شاء الله نشوف مباراة كبيرة جدا تقام طبعا في النيجر، وبعدها تقام بطولة الكؤوس بنفس القائمتين كل واحد في مجموعة لتحديد بطل أفريقيا على مستوى الكؤوس فترة 10 ل 20 مايو إن شاء الله. أما على مستوى كرة السلة فبكرة تنطلق سلسلة مباريات البيست أوف 5 على مستوى بطل الدوري المصري لكرة السلة، الأهلي المصري أم الاتحاد السكندري المصري؟ المواجهة الأولى تنطلق غدا بإذن الله، والحقيقة إنه الفريقان بيستعدان قبل المواجهات الخمسة، ممكن تبقى أقل لو حد قرر يكسب الثلاث ماتشات يعني وقرص جامد. وقبل ما نستعرض رأي المعسكرين في هاتين أو في الخمس مواجهات، نقول لكم إن المباريات تقام بتحكيم أجنبي. ايه اللي حصل بقى في اختيار التحكيم الاجنبي؟ تعال اول نستعرض مين الطاقم اللي هيبدا اول مباراه بكره والمباراه اللي بعدها لحين استخدام طاقم مختلف للقاءات التاليه. الطاقم اللي اعلن عنه الاتحاد المصري لكره السله النهارده كان كالتالي، بيضم ثلاثه اسماء منهم اسم مصري. الاسم الاول هو الاسم الكبير اديمير زورابوفيتش، هو دولي، هو حكم من 95 دولي، مباريات كبيرة قوي آخرها نهائي أولمبياد طوكيو اللي فات ما بين فرنسا وأمريكا، أدار مباريات في تصفيات بطولة أوروبا 22 ونص نهائي كأس العالم 19 للرجال فرنسا والأرجنتين، ماتش تحديد المركز الثالث ما بين فرنسا وأستراليا. الحكم الآخر هو الصربي ألكسندر جيليسيتش، أدار ثلاث ماتشات في أولمبياد طوكيو كرة السلة أبرزها ربع النهائي بين أستراليا والأرجنتين، عدد من المواجهات في تصفيات أوروبا للمنتخبات من بينها إستونيا ضد إيطاليا، في كأس العالم 19 كمان أدار مواجهة أمريكا وبولندا في مواجهات تحديد المركز الخامس للثامن. أما المصري الكابتن وائل إبراهيم فهو دولي منذ 2010، أدار جميع تصفيات كأس العالم للرجال من 17 وحتى فبراير 22، طبعا اللي هي يعني أدار جميع مش كل ماتشات التصفيات لكن شارك في كل التصفيات يعني، أدار نهائيات بطولة بال 21 اللي كسبها الزمالك وبطولة الأفرو باسكت للمنتخبات 17-19-21. ليه في اسم مصري؟ هو اسم طبعا كبير الكابتن وائل إبراهيم على مستوى التحكيم، نتمنى له التوفيق، لكن القصة ده في الماتش الأولاني والتاني. القصة أساسا ليه تم اللجوء فيها لاستخدام حكام أجانب في كرة السلة لأول مرة من فترة يعني ما شفناهاش كتير في الملاعب المصرية؟ تعالوا نستعرض كواليسها قبل الفاصل.
الكواليس بتقول انه الاستاذ محمد مصيرحي رئيس الاتحاد السكندري مبدئيا كده اعلن في بيان رسمي التقدم بطلب لاتحاد السله لاستخدام حكام اجانب، وقال في الخطاب بقى في الخطاب اللي بعته ده الكواليس بتاعتنا انه تعهد بالحصول على موافقه الاهلي. وبالفعل ما علمناه ان مصيرحي تمكن من الحصول على موافقه الكابتن محمود الخطيب. بتقول لي ليه قلت هنا كابتن وما قلتش استاذ؟ لان قلت استاذ في الاول عشان عارف الناس بتقفش قوي على الحاجات دي. تواصل الاستاذ مصيرحي مع الكابتن الخطيب رئيس الاهلي على استخدام حكام اجانب وتحمل التكلفه بالتساوي بين الناديين. فراح قال للاتحاد المصري انا وافقت والاهلي وافق فيلا، فراح الاتحاد السله وافق هو كمان ورفض فكره استخدام حكام عرب، وبدا يخاطب الاتحاد الدولي لكره السله ليرشح أطقم تحكيمية أجنبية من المستوى الأول. ثقة من الاتحاد المصري لكرة السلة في الحكام المصريين تشاور مع الاتحاد الدولي، ينفع وانتوا بتجيبوا لنا أطقم نحط من ضمنهم حكم مصري؟ قال مفيش مشكلة في الماتش الأول والتاني تحديدا. أوجستي بوش ما علمناه برضو المدير الفني للأهلي شاف أن الأفضل، وده قاله لوجهة نظره يعني للأهلي، الاعتماد على الحكام المصريين. ليه؟ عشان ما يحصلش حساسية بين الحكام المصريين والأندية، خصوصا كمان أن الحكام المصريين سبق لهم وأداروا نهائيات الدوري المصري والكاس ولقاءات أخرى قوية، فليه نعمل كده؟ عدد من الحكام المصريين من جانبهم حرصوا على الاجتماع بمجلس إدارة السلة النهاردة معبرين عن استيائهم من الاستعانة بأطقم تحكيم أجنبية لإدارة نهائي الدوري، لكن الاتحاد المصري قال لهم احنا واثقين فيكم وبنوضح لكم الرؤية، لكن ده بسبب انه الناديين عايزين وموافقين فقررنا نعمل ده دلوقتي وهنضم اسم مصري الى جانب الطاقمين في المباراة الاولى والتانية. بالتوفيق ان شاء الله للفريقين لتقديم سلسلة مباريات ممتعة اعتدناها من كرة السلة المصرية في السنوات الماضية. تعالوا نشوف ماذا قال الجهاز الفني للأهلي والاتحاد السكندري قبل هذه المواجهات، وبعد الفاصل هينورني المخضرم الكابتن رمضان السيد نجم الأهلي السابق في الماتش، فخليكم معنا. ماتش يعني صعب، فاينل، احنا وهم مستعدين كويس يعني، اكيد بنتمرن بقالنا ما خدناش اجازة في العيد تقريبا، بس يعني ماتش يعني هو ده اللي بيحدد الموسم كله رايح فين. بس طبعا زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان البطوله بقى لها فتره ما دخلتش دولاب النادي، بس الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس السنه دي بالذات، وحتى السنين اللي فاتت كان في بطولات سواء افريقيه او دوري مرتبط او كاس، لكن السنه دي الحمد لله لعبنا اربع بطولات، حققنا الاربع بطولات. بنتمنى ان ربنا يوفقنا ونفنش الموسم بالبطوله الخامسه ان شاء الله. طبعا بطوله غايبه عندنا بقالنا كتير، دي بطوله مهمه، اهم بطوله في الموسم، دي هتوصلنا لبطوله افريقيا ان شاء الله. بطلب من الجمهور ان هو يدعمنا من اول جيم لاخر جيم. السيرز بتبقى طويله، خمس ماتشات، اللي هيقدر يكسب ثلاثه هو البطل، وان شاء الله من اول يوم لاخر يوم ان شاء الله دعم جمهورنا معانا واللعيبه كلها مركزه ان شاء الله باذن الله ان احنا ان شاء الله نحقق اللقب. كان في مشوار من قبل العيد، كنا بنلعب سيمي فاينل مع الزمالك والاهلي كان بيلعب مع الجزيره برضه بنظام البيست اوف فايف، والفرقتين الكسبانين هم اللي وصلوا النهائي اللي احنا هنلعبه ان شاء الله يوم الاحد بعد بكره. طبعا فرقتين كبار ولهم استعدادهم، بيمتلكوا عناصر من اهم عناصر اللاعبين الموجودين في على مستوى كره السله المصريه، فطبعا المباراه هتبقى يعني كل مباراة فيهم على حد يعني لوحديها هتبقى مباراة بطولة يعني، والفرقة اللي هتكسب زي ما قلت لحضرتك لازم تكسب تكسب الفرقة التانية ثلاث مرات، فالموضوع طويل واحنا بناخده مباراة مباراة، بنستعد لمباراة يوم الحد وبعدين نشوف ايه اللي هيحصل فيها ونخش على اللي بعديها ان شاء الله. السنة اللي فاتت احنا خسرنا النهائي مع الزمالك في نفس يمكن الصالة هنا برضه بنظام برضه البيست اوف فايف بعد خمس مباريات قوية جدا، فاحنا بنتمنى طبعا احنا السنة دي ربنا يوفقنا ويحالفنا الحظ ان احنا نقدر نعيد الدوري
الدوري، لان احنا السنه اللي قبل اللي فاتت كنا احنا ابطال الدوري، فان شاء الله يعني تبقى دي البطوله اللي ترجع درع الدوري للشطب ان شاء الله. الاستعداد ده نهائي، والطبيعي بتحاول بقى خلاص تصب كل تركيزك على اخر الماتشات دي عشان ده اخر السيزون يعني، ودي هي اللي اعتقد هتبقى البطوله الاهم بالنسبه لنا السنه دي بعد ضياع بطولتين او ثلاثه مننا. ف بنحاول على قد ما نقدر ان انت تبقى عارف الفريق التاني درسه اكتر، حافظ اكتر، بحيث انك تقدر تغير بانواع الديفنس، تقدر تبقى متحضر له على الديفنس اللي هو بيعمله. فان شاء الله يعني بنتمنى ان التحضيرات تبقى كافيه ان احنا نقدر ان شاء الله نكسب المباريات دي باذن الله. طبعا زي ما حضرتك عارف ان ده مباراه نهائيه ومش ماتش واحد، ده هو يعني سيريز من اللي يكسب 3 ماتشات من 5، فطبعا التركيز ليها بيبقى مختلف. وطبعا كل يعني اللي فات كوم والمباراه النهائيه دي بتبقى ليها وضعها تاني واستعداداتها المختلفه. زي ما انت بتقول كده الماتشات النهائيه مش بتبقى ليها يعني بيبقى ليها طبع خاص كده، يعني هو بس مش الفرقه اللي احسن هي اللي بتكسب، لا الاحسن في كل حاجه، فاللي مستعده صح واللي عندها روح اكتر واللي عندها متمرنه احسن يعني ليها كذا حاجه اللي بتحسم النهائيات يعني. هذا النجم الكبير المخضرم الكابتن رمضان السيد نجم الكرة المصرية والأهلي السابق هو ضيفنا النهاردة في الماتش، بتشرف بوجوده معنا. كابتن رمضان أهلا بيك، منورنا. أهلا بيك يا هاني، وتحياتي ليك ودايما متألق يا هاني الحقيقة. ربنا يخليك. بداية بعزيك في استشهاد شهدائنا النهاردة. أكيد طبعا بنعزي طبعا أبطالنا وشهدائنا الحقيقة وأهليهم الحقيقة، يعني هو يوم حزين يعني. حقيقي. ربنا يا رب يحفظنا جميعا ويعني يقدرنا ان احنا كمان نبقى دايما في ايد بعض وفي ظهر بعض لحمايه البلد اللي دايما مستنيه مننا الكتير. والله اكيد 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 ان شاء الله. على مستوى الكوره، الاهلي النهارده بيحقق نتيجه كبيره وايجابيه جدا في ذهاب نص نهائي دوري ابطال افريقيا. شفت ازاي الرباعيه، وخصوصا هي جايه بعد كمان شويه انتقادات عنيفه وجهت للاهلي على مستوى فريق الكوره الايام اللي فاتت. طبعا دي واحده من افضل مباريات النادي الاهلي من حوالي مثلا 3 شهور. يعني من بدايه دوري الابطال. اذا كان بدايه كانت في الهلال، في الهلال السوداني في السودان. المباراتين مثلا مباراتين المريخ، مباراتين صن داونز، الحقيقه المباريات كلها لا مش هو ده النادي الاهلي. مفهوم. عشان كده كان في انتقاد، بس هي الناس ما تاخدهاش زي مثلا ما الناس هجمت وائل جمعه. وائل جمعه بينتقد عشان ان هو عاوز يشوف النادي الاهلي بالشكل اللي هو الشكل اللي شفناه النهارده الحقيقه. يعني النهارده النادي الاهلي مقدم كوره من اول دقيقه الحقيقة لغاية آخر دقيقة. تحس إن لا شكل مختلف خالص. في حاجة واتكلمت أنا فيها بالذات كمان، حتة الفترة اللي فاتت حتة الراحات السلبية. ده مش موجود، ده مش موجود. يعني يمكن الأسبوع دوت يا هاني اتعمل معسكر واتمرنوا حوالي قرار من الإدارة شخصيا، بقرار من الإدارة معسكر مغلق مستمر لغاية ماتش لغاية الثاني بالظبط. لغاية المباراة الثانية مظبوط. أعتقد احنا النهاردة شفنا الفارق ما بين الفترة اللي اللعيبة اتمرنت فيها والفترة اللي 12 يوم في 8 في 4 في 4 مش عارف ايه الحاجات دي كلها. لا وحتى التشخيص انا في رايي وقلت كده التشخيص مش مظبوط. لما تيجي تشخص وتقول ان في اجهاد، احنا في اول موسم يا جماعه. في اول موسم ما فيهوش اجهاد، بس تلاحم المواسم. يعني هو تلاحم المواسم حاجه، لكن انا بتكلم ان انت لعبت النهارده كام مباراه، النادي الاهلي لعب كام مباراه، النادي الاهلي لعب 14 مباراة، يعني بدايه الموسم والمباريات اللي هي في افريقيا. فالطبيعي ان انا فعلا كنت اقفل الاداره راحت موجهه يعني وجهته الحقيقه بشكل جامد جدا، بشكل قوي جدا. لا لازم نقفل ونعمل معسكر عشان لعبتنا ترجع تاني. النهارده طبعا الشكل مختلف وتحس ان اللعيبه فايقه في الملعب من اول دقيقه. ايوه اللعيبه مركزه صح، تحس ان غير خالص يعني اداء النهارده غير كل المباريات اللي فاتت اللي احنا لعبناها. اذا كان طبعا انا بستثنى بس من الفتره دي الـ 5 مباريات الاولين في الدوري كان معمولين بشكل قوي جدا.
لكن بعد كده من بدايه دوري الابطال لا المستوى كان نزل بشكل كبير جدا. النهارده طبعا بيرستاو اللي كان فيه الناس كلها بتنتقد الفتره اللي فاتت، لا هو راجل مباراه النهارده عمل جيم كبير جدا جدا، اسيست جولين وفي نفس الوقت هو احرز هدفين، وهو ده اللي احنا عايزينه. الكره الريتم السريع اللي موجود، الريتم اللي كان فيه النهارده ربط في الجناب بشكل هايل الحقيقه. اذا كان علي معلول النهارده رجع لحالته الطبيعيه اللي هو كان مفروض مفتاح لعب قوي جدا جدا في تيم النادي الاهلي، أيوة. رابط مع الحقيقه مع احمد عبد القادر اللي هو من اللعيبه المميزين جدا اللي موجودين دلوقتي في مصر الحقيقه وفي النادي الاهلي. الناحيه الثانيه يمكن انا بس شويه لسه محمد هاني، محمد هاني مش هو ده من المستوى اللي المفروض يقدمه محمد هاني على مستوى الزياده الهجوميه بالظبط. طبعا على مستوى الزياده الهجوميه، لا يعني محمد هاني لو رجع برضك بنفس القوه بتاعت علي معلول لا تيم النادي الاهلي هيتغير بشكل كبير جدا. النهارده ادوار طاهر، محمد طاهر وحسين الشحات النهارده برضك عاملين جيم كبير حقيقة. جدا 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 الحقيقه. لما بتيجي تتكلم برضك النهارده نفس الحكايه اليو ديانج وحمدي فتحي. هو طبعا احنا يمكن النادي الاهلي لعب ب 4-2-3-1 مجبر، لان هو طبعا اصابه السوليه خلاص هتخليه يبعد عن لو 3-4-3 او 4-3-3. أيوة. فلعب بال 4-2-3-1 والحقيقه اللعيبه بقى اعتقد النهارده افضل انتشار ليهم في الفتره الدور اللي خده طاهر محمد طاهر النهارده ان هو يبقى مهاجم تاني مع بيرسي تاو كان مفاجاه بالنسبه لك؟ الحقيقه هو مفاجاه، وهو أدى بشكل قوي جدا جدا الحقيقه. يعني يمكن دي برضك من لما بنيجي نتكلم بنقول بيرستاو دي افضل مبارياته، برضه نفس الحكايه طاهر محمد طاهر حسين الشحات اللي هم كانوا بعاد الفتره اللي فاتت، طاهر بالذات كمان النهارده لا عمل الدور ده بشكل قوي جدا. اولا احرز هدف وكان في يعني اوفسايد بحاجه بسيطه جدا جدا، وبعد كده احرز الهدف الحقيقه طيب تفتكر طاهر محمد طاهر ممكن يبقى اكتشاف في المكان ده ان يكون مهاجم تاني في طريقه موسيماني المقبله، بالنظر لانه موسيماني مش مبسوط قوي من اداء مهاجميه؟ بتكلم على محمد شريف نزل النهارده بديله جاب جول حلو قوي، او حسام حسن البعيد هو بعيد عن تفكيره، وطاهر محمد طاهر كمان كجناح في الواحد على واحد مش متميز. يعني هو سريع في المقاولين كانت ممتاز لان بيعمل كاونتر اتاكس وتصويبات من بره، لكن مع الاهلي طول الوقت انت ضاغط فمش متفوق فيها. فهل ممكن ده يبقى مكان طاهر اللي جاي؟ يعني طالما عمل فيه تفوق خلاص انا ثبته الحقيقه، لان هو النهارده هو بيرستاو الحقيقه عاملين اولا في تفاهم ما بينهم بشكل كبير جدا، رابطين مع بعض بشكل هايل الحقيقه، وهو نفسه زي ما قلت لك احرز هدف واتحسب اوفسايد واحرز هدف ثاني وكان ليه تواجد على المرمى. النهارده من المباريات القليله قوي اللي في الفتره اللي فاتت دي كلها ان طاهر محمد طاهر كان ليه تواجد على المرمى، اذا كان الحاجات الهيدرز او اذا كان الحاجات التسديد او طبعا دي كلها طبعا تدي موسيماني ان هو لا طب ثبت يعني الراجل ده نجح مع بيرستاو وعملوها بشكل قوي جدا ممكن تثبت. موسيماني نفسه اتكلمت من شويه على الانتقادات اللي كانت موجهه ليه، جت تحديدا بعد خساره المصري والتعادل مع سيراميك كليوباترا والفوز على الرجاء بصعوبه رغم انك كنت ماسك المباراه ككل. هو شاف انه يا جماعه انتوا بتهاجموني ازاي، انا مش هنزل اسجل، انا اهم حاجه عندي ان انا بخلق فرص. هل تتفق مع وجهه النظر دي بالنظر لانك مدرب زيه؟ يعني هو يلام عليها اللاعب اكتر من المدرب؟ لا بس انا هقول لك حاجه بس المباريات اللي فاتت اللي الناس كلها انتقدت فيها موسيماني لا احنا الفرص كناش نفسها كخلق فرص كانت قليله قليله جدا. يعني انت اقول لك حاجه، ده في المصري وسيراميكا في اشواط الشوط الاولاني كله ما كانش فيه تسديده على المرمى، في مباراه بتلعب ال 90 دقيقه ما فيش تسديده. لا يعني انا مش مفيش حاجه اسمها ان انا اجي اقول ان انا لا ده لعبتي وانا هنزل اسجل ولا الكلام ده، لا الكلام دوت هو لازم يلوم نفسه الاول عشان فترات الراحه السلبيه اللي هو كان بيديها ما كانش فيه تمرين. انا بقول لك انت في حاجه اسمها 48 يوم في بدايه الموسم راحه سلبيه، ده مش موجود خالص. يعني انت وصلت بلعبتك ان هم بقوا بدنيا مش يعني روحوا ال 50% حاجه كده. 4-0 تقدر تقول ان الاهلي لو هتحط عنوان تاهل الاهلي حسم الاهلي من القاهره التاهل للنهائي، ولا عندك نسبه تسيبها للقلق؟
اعتقد ما يعني ما فيش قلق ان شاء الله بالنتيجه دي وبالاداء ده يعني بالاداء اللي ادوه النهارده الحقيقه لا حاجه مطمئنه جدا جدا كاداء ونتيجه ونتيجه كبيره جدا. لا النادي الاهلي بيحسم بنسبه مثلا تروح لاكثر من 95% كمان. مظبوط. هل مستوى وفاق ستيف نفسه يديك الاطمئنان ده؟ هم عندهم مشكله كبيره جدا جدا الحقيقه، ويمكن دي كانت موجوده في كل مبارياتهم الاخيره يعني النواحي الدفاعيه بتاعتهم الحقيقه يعني قليله جدا 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 حتى حته التغطيات العكسيه وحته الربط، والنهارده كمان المدرب بتاعهم الحقيقه اخطا خطا كبير جدا جدا. طبعا انا النهارده جاي لعب النادي الاهلي وبلعب النادي الاهلي في ملعبه بطل افريقيا فاتح من اول دقيقه يعني ده كمان حاجه يعني كانت غريبه جدا الحقيقه. فهو برضك ده بالعكس ده هو حتى المدرب كان ممكن يودي النتيجه ل 8 9 نتيجه ما حصلتش يعني، لان هو طبعا طوال الوقت هو فاتح الملعب حتى بعد ما جه فيه الاجوال. طب خلاص انا جاء فيها جولين المفروض ان انا خلاص انا عارف شايف ان فرقه النادي الاهلي فايقه وفرقه النادي الاهلي بتوصل لي كتير قوي وانا فاتح الملعب بالشكل ده، لو هو حتى قفل بعد كده كانت النتيجه اتغيرت، لكن هو ساعد برضك النادي الاهلي في طريقه اللعب اللي هو لعب بيها وبالتكتيك اللي هو لعب بيه وبالثقه اللي هي انا مش عارف يعني كان جايبها منين ان هو يضغط النادي الاهلي في هو كان قاصد يباغت يفاجئ الاهلي على ما يبدو. هو يا ريت هو خد جودز يعني لا ده هو فضل طوال الوقت مستمر فطبعا انت بتباغت النادي الاهلي وبتوجد المساحات دي والنادي الاهلي عنده سرعات اذا كان بيرستاو او حسين الشحات او علي معلول او طاهر محمد طاهر كل ده عنده سرعات فانت بالتالي مش خلاص مش انت بتدي مساحات كبيره جدا. الوداد الناحيه الثانيه كان كسب 3-1 النهارده بره ارضه في انجولا طبعا، وبالتالي بقينا قريبين قوي من نهائي اهلي وداد يعني. وهم الفريقين الاقوى من بعد التاهل من دور المجموعات يعني. شايفها ازاي مواجهه محتمله زي دي؟ وانا عارف ان انا بسبق الاحداث شويه لكن الوداد قريب والاهلي قريب، شايف ازاي المشهد؟ طبعا هم فرقتين كبار وعندهم خبرات الحقيقه في التعامل مع النهائيات يعني نهائي افريقيا الاثنين عندهم الخبرات دي فبالتالي المباراه هتبقى قويه جدا، لكن انا زي ما قلت ان النادي الاهلي عنده 95% الحقيقه في الوصول، لازم ندي نسبه برضك للفرقه الحقيقه بتر اتلتيكو بندي مثلا 80% الحقيقه لفرقه وصول الوداد الحقيقه يعني انت النهارده مثلا 2-0 ورده لان هم كمان الفرقه دي عملوا مباراه في سان داونز فرق اداء هايل الحقيقه مباراه كبيره جدا جدا رغم ان سان داونز انا في رايي في دوري المجموعات كان من افضل الفرق اللي موجوده هم عملوا كان اكتر الفرق جمعا للنقاط كمان من المجموعات يعني كل المجموعات وفي الفوز عدد مرات الفوز هم عملوا جيم كبير جدا جدا الحقيقه هناك اعتقد برضك عندهم نسبه لكن مباراه الوداد ومباراه النادي الاهلي كنهائي لا ده نهائي قوي جدا جدا جدا. لسه الكلام على مكان الملعب لغايه دلوقتي قائم، واتحاد الكره اعلن انه لا بنطالب الكاف بان الملعب يبقى محايد، تقارير بتتكلم على المغرب غير مؤكده ولكن الصحف المغربيه لما بتتكلم على المغرب بتحس ان هي معاها دايما ايه مصادرها. في الوقت اللي البعض كان يتكلم على السنغال ونيجيريا واتحاد الكره قال لا ارض محايده، شايفها ازاي دي؟ لان موسيماني نفسه اتكلم عليها النهارده وقال لو هتخيرني يعني اكيد ارض محايده. طبعا يعني ده قالب به يعني الفير يعني ان انا النهارده فرقتين انت النهارده بعد وصول الوداد يعني حتى مش هتستنى كمان النسبه اللي موجوده اللي اتكلمنا عليها وصول النادي الاهلي طب ما خلاص تلعب في ارض محايده ده الطبيعي لكن انت لو لعبت في القاهره ظلم ولو لعبت الحقيقه في ملعب الوداد ظلم ظلم كبير جدا يعني لو النادي الاهلي لعب في القاهره ظلم للوداد ولو الوداد لعب في ملعبه يبقى ظلم كبير جدا للنادي الاهلي. مظبوط كنت لسه بقول نفس الكلام ده في نفس وجهه نظرك طبعا كابتن رمضان. طيب هسيب افريقيا شويه واروح للدوري بقى. الاهلي في الدوري وده اللي قلق جمهوره قبل ماتش النهارده مش مستقر فقدان 3 نقاط قدام المصري وتعادل مع سيراميك كليوباترا في اخر دقيقه مع اداء كمان وتعادل مع طلائع الجيش بالظبط وتعادل مع طلائع الجيش بينهم فدي حاجه مقلقه. ايه السبب في عدم استقرار الاهلي محليا؟ هي ما يعني انا ناس ايه تقول ايه النادي الاهلي كويس في افريقيا ومش كويس محليا في الدوري بالعكس يعني بالعكس انا قلت لك ان النادي الاهلي من اول بدايه دوري الابطال الهلال السوداني في ملعبه لغايه ما فنش ووصل تاني هقول لك حاجه انت مباراه الرجاء الحقيقه انت الشوط الثاني
موسيماني دافع بشكل عمر النادي الاهلي عمر النادي الاهلي ما دافع كده. ده انت بتدافع واقف في ال 18 يعني بتدافع من ال 18 حتى انت بتلعبش زون نص ملعب يعني لا ده انت موجود باستمرار على ال 18 مدي فرصه كبيره جدا جدا للاعيبه الرجاء الحقيقه ان هم هيخترقوك من كل الجناب من اليمين من الشمال من العمق ووصلوا كمان ان هم انت وصلتهم ان انت ممكن في الدقيقه 95 كان ممكن عندهم فرصه يجيبوا منها هدف مزبوط. وكان توصل بقى تروح لضربات جزاء فلا النادي الاهلي المستوى الحقيقه الفتره مش بتفرق ما بين افريقي ومحلي لا انا ما بفرقش ما بين اداؤه في هو الموسم بدايته غير مقنعه ككل يعني باستثناء الخمس مباريات في الدوري المحلي كانوا عاملين اداء هايل الحقيقه لكن في دوري ومسابقه النفس الطويل وجمع النقاط انت كل نقطه بتفقدها بتقلقك على مصير بطوله انت بالفعل فقدتها النسخه اللي فاتت وعملت جدل ومشاكل مع الاداره وكانت هاني بنفس المشاكل اللي احنا فيها دي يعني انت جيت كنت عامل فارق النادي الاهلي كان عامل فارق 4 نقاط وكان يعني سهل جدا جدا ان هو كان يحسم الحقيقه مسابقه الدوري قعدت تفقد بناط لغايه ما الزمالك اتساوى معاك وبعدين راح معديك كمان فانت برضك اديت فرصه لنادي الزمالك ان هو يحصد البطوله الحقيقه نفس الحكايه كان الموسم اللي فات من ضمن برضك السلبيات اللي كانت موجوده الحقيقه دوري السوبر المحلي انت خسرته وانت يعني نادي طلاع الجيش الحقيقه كان مش لاقي مثلا 18 لعيب يحطهم لان هو كان المهاجمين الثلاث مهاجمين بتوعه كانوا مشوا وتعاقدوا بره فكان ظروفه صعبه جدا ورغم ذلك انت قعدت توصل معاه لغايه ضربات الجزاء وتخرج فانا بقول لك ان مهم جدا جدا ان هو الحقيقه مستر موسيماني يعرف ان هو الفتره اللي فاتت فيه اخطاء انا مش هصلح الشكل مش هصلح الا لو انا الاول حسبت نفسي كمدرب النهارده انا بقول لك في خلال 5 6 وحدات تدريب النهارده فرقه النادي الاهلي شكل تاني خالص غير الفتره اللي فاتت دي كلها المباراه اللي جايه للاهلي في الدوري مع البنك الاهلي طبعا دي بعد مباراه وفاق الصيف اللي هتكون السبت المقبل 9 مساء في مباراه اياب الدور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا الزمالك هو المتصدر بفارق 8 نقاط عن الاهلي اللي بيمتلك 3 مباريات إذا فاز بها يتصدر المسابقة وبينهما بيراميدز كابتن رمضان على مستوى شكل الدوري بعد تقريبا انتهاء دور أول منه المسابقة دي رايحة لمين؟ المسابقة رايحة الحقيقة المنافسة فيها قوية جدا 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 وعنيفة جدا جدا وهتفضل لغاية آخر مباراة يعني لا الزمالك هيحسم بدري ولا الأهلي هيحسم بدري ولا بيراميدز هيحسم بدري يعني بيراميدز هيخش جوه المنافسة الحقيقة يمكن بنتائجه الأخيرة لكن أهلي وزمالك لا محدش هيقدر يحسم بدري إلا زي ما قلت لك يا هاني إلا لو حد ساعد التاني بقى يعني عشان يبقى تبقى في مشكله يعني لكن لو الاثنين ماشيين بنفس اولا الزمالك ماشي بقوه كبيره جدا وعامل نتائج ايجابيه وعامل اداء كمان الحقيقه في مبارياته فبرضك الزمالك قوي وفي نفس الوقت النادي الاهلي لو رجع لزي اداء النهارده الحقيقه اداء النهارده مميز جدا اعتقد المنافسه هتفضل لغايه الاسبوع الاخير طيب بمناسبه الكلام عن الزمالك اقول خبر سريع واسمع راي حضرتك فيه برضو الزمالك عنده مشكله اللاعبين اللي عقودها بتنتهي بنهايه الموسم الجاري مش فكره انك بتبص للمستقبل او انها هعمل ايه الموسم اللي جاي او مين قائمتي لا هو انت بتبص للموسم الحالي المستقبل القريب لان الموسم الحالي بينتهي طبقا لتعاقدات اللاعبين هو 30 يونيو لكن الدوري نفسه معاك شهرين تقريبا اكتر من 30 يونيو دي فاللاعب اللي عقده هينتهي يبقى من حقه يقول سلام انا ماشي انا عقدي خلص خصوصا لو انت مش متفق معاه على تجديد او انه بالفعل سيرحل او لو كان في عقده شرط جزائي يسمح له بالرحيل وهنا كلامنا عن احمد سيد زيزو احد بل اهم لاعبي الزمالك هذا الموسم هداف الدوري افضل من وجهه نظري لاعبي الدوري طبعًا حتى الان طبعًا في الموسم الحالي طبعًا متفق معايا؟ متفق معاك طبعا لعيب رائع خلي بالك خلي بالك مش الموسم ده من الموسم اللي فات متفق جدا وهو استمراريه كمان دي طبعًا مهمه قوي ده يعني في لعيبه بتعمل مثلا مستوى مثلا ايه 5 6 مباريات 7 8 مباريات وبعد كده المستوى ينزل لا زيزو من الموسم اللي فات متالق الحقيقه افضل لعيب كره موجود في مصر الحقيقه اوصى فيريرا اداره نادي الزمالك بانهاء ازمه زيزو هي بتوصف بالازمه لانه اللاعب عنده شرط جزائي يدفع 42 مليون جنيه يمشي
ويمشي ده اللي هو في 30 بداية من 30 يونيو. فاللاعب جاي له بالفعل عروض، واللاعب كان في محاولة من الإدارة في انه العقد القصة بتاعت الشرط الجزائي دي متبقاش موجودة، لكن اللاعب مش موافق. ففكرة بقى ازاي تسوي الأزمة دي، ده اللي بيركز فيه فيريرا دلوقتي وبيطالب فيها إدارة الزمالك بإنهاء أزمة زيزو تحديدا. هي مشكلة موضوع العقود ده، مشكلة كبيرة جدا جدا، وبالذات ان النادي الزمالك هو اللي سمح بيها الحقيقة. لان انا المفروض ان انا ما سيبش الامور لغاية التوقيت اللي احنا موجودين فيه وبعدين ابتدي اتفاوض مع اللعيبة. احنا من حوالي شهر ونص او 8 اسابيع تقريبا وصلنا ان الادارة قالت ان انا مش هجدد للعيبة دي. ما هو برضك دي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، مش مشكلة طبعاً سهلة. طبعا الكلام بقى هنا على طارق حامد، على طبعاً بابل، على بن شرقي، على طبعا يعني سي وغيرهم. اللعيبة دي لعيبة اساسية ولعيبة بتصنع الفارق. أيوة. ولعيبه الحقيقه نجوم. فبالتالي انت دلوقتي حتى لو انت بتيجي تقول ان انا مش هتعاقد او مش هجدد مع اللعيبه دي، طب ما انت بتفكر في لعيبه تانية. انت ايش ضمنك ان اللعيبه التانية دي هتيجي تخش التيم بتاعك او جوه فرقتك؟ بالعكس، انت عندك نجوم، لا حاول معاها. يعني حاول ان انت فعلا تتعاقد معاها وتنهي التعاقد دوت. لكن هي مش عاوزه كبر، مش عاوزه كبر كبر، وان انا اقول ان انا نادي الزمالك وانا مش عارف ايه. ماشي، بس لو انت بترسي سياسات جديده فيها ان النادي هو الطرف الاقوى، انا كنت شايف انه ده، طبعا كنت معترض على ممكن انك تطلع في مؤتمر صحفي تهاجمهم، لكن بتكلم على انك ترسي مبدا ان انا اللي هقوله او السقف اللي هحطه ده اخري، فانا الطرف اللي صاحب القرار في النهايه، اعتقد مهم لنادي بحجم الزمالك. انت عارف امتى يعني الكلام دوت؟ لو انا مثلا بادئ الكلام ده مثلا من 5 مواسم على طب ما انت خلاص انت دخلت جوه الاحتراف خلاص. فما مش هتقدر تخرج. انت هتيجي تخرج النهارده، انا بتكلم على الاثنين الحقيقه، اهلي او زمالك. هتيجي تخرج النهارده هتخسر نجوم كبيره جدا جدا في التيم بتاعك، ونجوم صعب تعويضها. يعني النجوم اللي بنتكلم عليها الحقيقه صعب تعويضها، يعني صح. مش سهل. الاهلي محتاج صفقات. النادي الاهلي المراكز اللي محتاج ان يضم ليها لاعبين. النادي الاهلي محتاج باك رايت. النادي الاهلي محتاج الحقيقه 2 مهاجمين باك رايت، لانه اكرم توفيق لسه هيرجع، ولان محمد هاني قدامه فتره. اكرم توفيق قدامه فتره. ومحمد هاني يعني المشكله ان ايه، اوقات يقوم عامل مستوى عالي جدا وبعدين يقوم نازل بشكل كبير جدا. هي دي المشكله. انت عارف لو مثلا محمد هاني مثبت نفسه في المستوى اللي هو اللي بيعمله، بيكون فيه فورمه عاليه جدا بدنيا وفنيا، اعتقد ان مش هيبقى فيه مشكله. كريم فؤاد لسه لم يقنع. لا يعني انا كريم فؤاد انا بستغربه الحقيقه، لان كريم فؤاد انا اتمرن معايا في نادي النجوم. مظبوط. كريم فؤاد ده عنده حاجات جامده جدا في الكوره. يعني عنده النواحي الهجوميه والسرعه وقوي، ويروح يفوت موقف واحد ضد واحد في النواحي الهجوميه في التلت الهجومي. كان عنده ميزه في التلت الدفاعي، مفيش حد يقدر يخترقه او يراوه. كان حاجه جامده جدا. انا لغايه دلوقتي مستني ده يظهر. ما شفتش كريم فؤاد الحقيقه اللي انا اعرفه. ايه تاني غير الباك اليمين؟ الباك اليمين، وطبعا بتتكلم في حته الباك الشمال. لازم يجي حد مع علي معلول، لان برضك محمود وحيد مش لغايه دلوقتي التجارب كلها اللي خدها ما اثبتش ان هو يبقى في مستوى علي معلول او حتى تحتيه بشويه. لا، محتاج برضك باك ليفت، ومحتاج روس حربه الحقيقه على مستوى بقى عالي جدا جدا جدا. يعني انا في رايي انا معترض على ميكسوني ميكسوني الحقيقه. وفي نفس الوقت قبل مباراه النهارده بيرسيتاو برضك يعني في مشكله. مشكله كبيره جدا. ده ملف بقى اجانب. طبعا فكره طبعًا. ملف الاجانب انك ازاي تجيب صفقه يحتاجها النادي وتقدم اكتر من اللي بيقدمه اللاعب المصري. بالظبط. انا النهارده ما ينفعش اجيب لعيب افريقي ولعيب انا بدفع فيه فلوس جامده جدا، وبعدين الاقيه يعني كمدرب بعده احتياطي. يعني ده ما ينفعش خالص. يعني لا، لازم تيجي صفقات، واعتقد النادي الاهلي قادر على كده. قادر ان يعمل صفقات قويه جدا جدا، واعتقد ده اللي موجود، خلي بالك، وده الفكر اللي موجود حاليا دلوقتي بعد المستوى اللي ظهروا عليه الحقيقه الفتره اللي فاتت. طيب، هل بالنظر للمركز ميكيسوني كجناح فقد يحتاج الاهلي لبديل ليه او لحد افضل؟ اشرف بن شرقي عقده بينتهي مع الزمالك بنهايه الموسم، تنصح اداره الاهلي بالتعاقد مع بن شرقي؟
بن شرقي الحقيقه لما تيجي تعمل له تقييم في الفتره اللي فاتت الموسم اللي فات واللي قبليه الحقيقه من افضل الاجانب اللي موجودين في الدوري المصري. لعيب سوبر لما يكون رايق. هو عليه لمسه حتى هو مش رايق. ما بالك بقى لو هو رايق. بالظبط. اولا هقول لك حاجه، عنده حاجه يمكن مش موجوده في يعني اغلبيه اللعيبه الاجنحه اللي موجوده في مصر. ايوه. هو كل كوره بيستلمها بيعمل منها خطوره. صح. كل كوره. ده في لعيبه مثلا تعمل مثلا في ال 90 دقيقه كورتين خطر ولا حاجه، هو كل كوره بيستلمها بن شرقي بيقدر يعمل منها خطوره. لا يصنع هدف لا يجيب هدف. فده طبعا لعيب سوبر سوبر. لو النادي الاهلي بيتعاقد معاه، لا ده صفقه من النوع الثقيل يعني. النوع الثقيل. طبعا. غدا ان شاء الله الساعة 2 الظهر المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال كمدير فني لمنتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش، وفيها بقى تفاصيل التعاقد من مدة، من ربما راتب إذا سئلوا، من الجهاز المعاون. احنا عارفين مثلا الكابتن عصام الحضري، كابتن محمد شوقي، كابتن أحمد حسام، فمين تاني؟ من كابتن محمود سليم كمان هيكمل كمحلل أداء من جهاز كيروش، وبالتالي مع علي طه اللي جاي مع الكابتن إيهاب جلال. فدي اسماء معروفه لكن تفاصيل تانية ربما تظهر غدا. شايف ازاي مستقبل المنتخب الوطني تحت قياده الكابتن إيهاب جلال؟ اولا طالما اتخذ القرار يعني لو لسه القرار ما اتخذش نقعد نتناقش كلنا ونتكلم في كل حاجه. طالما اتخذ القرار يبقى لازم كلنا نعمل مسانده لإيهاب جلال على اساس ان احنا نحقق نتائج، لان احنا ما ينفعش يبقى يعني في الهجوم الشرس دوت لمدير فني منتخب مصر قبل ما يمسك. قبل ما يمسك وقبل ما يشتغل. ما خلاص بقى يعني طالما اتخذ القرار يبقى لازم مسانده الحقيقه. لكن انت لو تيجي مثلا قبل ما يمسك، كان في اختيارات انت تجيب مدير فني اجنبي زي ما كان حازم وزي ما كان بركات الحقيقه كانوا دايسين في الحته ديت. كنت تميل لان يكون اجنبي؟ هو الفتره دي كانت محتاجه كده الحقيقه. يعني الفتره دي كانت محتاجه كده، لان مش يعني مش هتكلم على سلبيات موجوده الحقيقه قد ما هتكلم على ان احنا لازم نساند الفتره اللي جايه. قبل ما نختم هقول خبر سريع جدا. تحت انظار مالكه الجديد الرجل الامريكي تود بويلي، بتكلم على تشيلسي، خسر نقطتين ثمينتين في صراع المشاركه في دوري ابطال اوروبا في النسخه المقبله. الفريق اللي كان بينافس على الدوري في البدايه بعديها بقى مستريح في المركز الثالث، المركز الثالث بدا يتسرب من تحت رجليه بالنظر لان ارسنال ضاغط وبالنظر لان توتنهام النهارده كمان ضاغط. فالتعادل المفاجئ النهارده امام ولفرهامبتون 2-2 بعد ما كانت النتيجه 2-0 وخلاص ماشيه في نهايه المباراه، فجاه هدفين اخرهم في الدقيقه 96 فقد النقطتين. بويلي هو مالك لوس انجلوس ليكرز في الام بي اي كرة السلة الأمريكية، وكمان بيملك نادي بيلعب في البيسبول هناك اسمه دودجرز. هو دلوقتي اللي كسب فكرة الشراء، هو مش هو بس المالك لكن هي مجموعة شركات شركته إلى جانب مستثمرين آخرين من جنسيات مختلفة سواء سويسري أو أمريكي أيضا أو شركات أخرى، هي اللي اشترت النادي النهاردة بأربعة ونص مليار جنيه استرليني أو ما يعادل 5.5 مليار دولار. ده اللي النهارده اعلن، وبالتالي هو انت داخل دلوقتي في مستقبل مجهول، مش معناه انه يكون وحش لكن انت عايز بقى تسمع سياسات المدير المالك الجديد بيفكر ازاي، الصفقات عامله ازاي، التعاقدات عامله ازاي. هو كان حزين جدا الاستاد عامل لما دخل الجول الثاني الحقيقه. كان قاعد مش عارف يعمل ايه، محتاج يشوف الدنيا منوره. وده لسه داخل على ايام صعبه، والحقيقه ان موقف تشيلسي مش سهل خالص. لا 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 موقف صعب جدا يا هاني، لان برضك الفتره اللي فاتت ما فيهاش استقرار. صح. وطالما وصلت مفيش استقرار اللعيبه بتبقى قلقانه. صح. يعني اللعيبه قلقت احنا مستقبلنا هيبقى فين. غير ان عندك لعيبه ماشيه واعلنت كريستنسن ووديجر. الدنيا يعني صعبه. الدنيا كانت صعبه جدا الحقيقه، عشان كده يمكن هم النتائج الحقيقه بقت نتائج انا بعتبرها نتائج سلبيه. سلبيه قوي. واهتزازها كمان جاي من وقت توديع دوري ابطال اوروبا، تحس ان طبعًا. الدنيا ده اللي كان مفوق تشيلسي في وسط الظروف دي. طبعًا. طبعا خرج من ريال مدريد الدنيا كلها طبعًا. وقعت معاه. ريال مدريد الحقيقه عمل حاجات في دوري الابطال السنه دي الحقيقه، حاجات يعني في الاحلام. يعني مباراه مثلا مانشستر سيتي الحقيقه لا خلاص المباراه خلصت. باريس سان جيرمان نفس الحكايه المباراه خلصت. شفت كوميكس كده معمول انه ماتش ليفربول والريال، لو جبت ليفربول
جاب جولين في اول 10 دقايق، فاللعيب راح يجيب الكره من الجون عشان يلحق يسنتر عشان يجيب الجول الثالث، لانه عارف ان الريال اكيد كده كده هيسجل. فاللي هو طبعا لو جبت اثنين انت ما كسبتش وما تطمنش. لا لا ده انت بتتكلم في الدقايق الاخيره. يعني اولا المباراه خلصت ولدرجه ان هو مثلا الراجل جوارديولا بيغير مثلا دي بروني وبيغير محرز اللي هم عاملين له الفارق في الثلث الهجومي وعاملين له الاستحواذ فخلاص قال لك المباراه خلصت. بس يعني شخصيه بطل حقيقي، الناس بتتريق على الكلمه دي. لا لا بيقول لك لا, لا حظ. لا طبعا لا حظ ايه، لا فريق مغلوب اتنين والكره على الخط المدافع يخدش يشيلها كانهم عارفين ان لا اخر دقيقه دي ممكن تيجي بفوز بالظبط. وهم اتكلموا الراجل اتكلم كده بعد المباراه الحقيقه، قال لك انا كنت بفرج لعيبتي على كل المباريات اللي فاتت اللي احنا رجعنا فيها. فهم فعلا ده تيم، يعني تيم ليه شخصيه وقوي وتيم بتاع بطولات. قبل ما يتاهلوا صلاح اتسال عايز ريال مدريد ولا مانشستر سيتي، فكانت اجابته صريحه جدا، قال عايز الريال. ناس شافت انه جريء وناس شافت انه ما ينفعش يقول كده، ايه رايك؟ صلاح بص اقول لك حاجه، تخطى حته ان هو يتكلم بدبلوماسيه، تخطاها خلاص. صلاح انت النهارده بتقيمه افضل لعيب في العالم، فبالتالي هو حاسبها ازاي يا هاني؟ حاسبها ان المباراه اللي هم خسروها الحقيقه وهو اتصاب وبتاع، قال لك ان انا يعني احنا لازم نرجع تاني. يعني هي مش كلمه صقر، لان كلمه صقر في الرياضه دي صعبه شويه، لكن لا هو قال لك احنا عاوزين نلعب ريال مدريد عشان نكسب. وده ايه اللي فيها دي؟ انا في رايي ما فيهاش حاجه. ولا انا عمر سايب معوض، ده السؤال الاخير حفيدك. يعني بسمع عنه كلام حلو من كل اللي لعب معاه او بيدربه، ما شفتوش عشان ما بقاش بكتب، لكن كلمني عنه وقولي مستقبله شايفه ازاي قبل ما نختم. يعني عمر سايب معوض ان شاء الله باذن الله هيبقى من اللعيبه ان شاء الله ربنا يحميه يا رب، من اللعيبه الجامده جدا في مصر، وممكن كمان يحترف بدري كمان يعني. ما شاء الله عليه، يعني موهبه حاجه جامده جدا جدا، يعني يمكن هو مثلا بيلعب جناح ناحيه اليمين وبيلعب ناحيه الشمال هو اشول. يمكن هو كمان بيمتاز على سيد ان هو كمان سكورر، بيسجل بيعرف يجيب جول بشكل هايل الحقيقه، المهاره عنده والسرعه يعني ربنا بس يحميه ان شاء الله وهيكمل بشكل كويس قوي. امين ان شاء الله. ان شاء الله كابتن رمضان كالعاده اتبسطت جدا بالقعده مع حضرتك، نورتني وشرفتني وشكرا على وجودك معنا. ربنا يخليك يا هاني ودايما متالق يا هاني. شكرا لحضرتك، الله نورتنا. الله يخليك. شكرا لحضراتكم، نورتونا مره ثانيه خالص العزاء من جديد لينا جميعا كمصريين وللقوات المسلحه المصريه في استشهاد جنود وضباط من القوات المسلحه النهارده، وربنا يا رب يحمينا ويحفظ بلدنا الغاليه مصر. تحيات كل فريق العمل في الماتش وتحياتي هاني حتحوت، غدا لقاء جديد في 11 مساء. إلى اللقاء.